من أجمل الأغاني الحقيقة المعبرة عن حب الأم، ويمكن تكونوا حضراتكم بتتساءلوا طب ده كان من يومين ثلاثة، يعني مش معنى احنا بنمط الحقيقة الاحتفال بعيد الأم، بنمط الاحتفال والاحتفاء بالأم المصرية. ويمكن كان مدخل حلقتنا النهاردة من منطلق الاحتفالية اللي أقيمت النهاردة، الاحتفال الرسمي بالمرأة المصرية وتكريم نماذج من الأمهات المثاليات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية اليوم، وإن هنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل. ويمكن خلال الاحتفالية السيد الرئيس أيضا كان حريص على أنه يتحدث إلى كل المصريين، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وموجة ارتفاع الأسعار وقصة السلع الغذائية ومشاكل سلاسل الإمداد والحرب بتاعت أوكرانيا، طب وقصة القمح وقلق البعض من مدى توافر السلع، يعني السيد الرئيس النهاردة في موضوع ترشيد الاستهلاك كان بيدي نماذج، انما قال انه مش هقول لكم بقى اشتروا ما تشتروش والكلام ده كله، يعني اللي عايز يشتري يشتري وخزنه، ويعني الكلام اللي احنا كنا بنقوله الايام اللي فاتت انه يا جماعه نرشد الاستهلاك وعلى مهلنا ده كلام منطقي وعملي، انما السيد الرئيس ادى رساله للطمأنه، قال اطمنوا ما تقلقوش كل شيء متوفر، واللي عايز يشتري يشتري واللي عايز يعبي سلع قبل رمضان يعمل اللي هو عايزه، فقال اعملوا اللي انتوا عايزينه واحنا الحمد لله عاملين حسابنا. ده اللي قاله السيد الرئيس في رساله عشان يطمئن بيها جموع المصريين على انه الدوله المصريه بتؤكد من خلال القياده السياسيه والسيد الرئيس بيؤكد على وفره السلع ومخزون السلع وقدره الدوله على توفيرها في ظل الازمه العالميه الراهنه. هنتكلم بالتفصيل النهارده عن هذه الاحتفاليه والرسائل المهمه اللي فيها وبعض المشاعر العظيمه اللي كانت موجودة في احتفالية اليوم. لكن خلينا أقول لحضراتكم كمان أنه إلى جانب جولتنا الإخبارية عندنا النهاردة فقرتين، فقرة مع مجموعة من الأمهات المثاليات واللي تم تكريمهن اليوم في الاحتفالية، والفقرة الأخيرة هي مجرد بداية في عيد الأربعاء. حضراتكم عارفين بيكون معنا دايما فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف. فقرتنا النهاردة مختلفة شوية، يمكن بطبيعة الحال كلنا في بيوتنا مع أولادنا، ساعات الولاد بطبيعة الحال برضو أنه عندهم حب المعرفة، فتلاقي في أسئلة ساعات الواحد بيتزنق فيها، أسئلة عن ربنا عن الشيطان عن السماء عن اللي بيموت بيروح فين، الجنة شكلها عامل إزاي، طب النار شكلها عامل إزاي. وفي بعض الأسئلة اللي ساعات أولياء الأمور الأبهات والأمهات يعني بيتزنقوا مش عارفين إيه الإجابة النموذجية لسؤال زي ده وفقا لعمر الأبناء. ومن هنا جت فكرة الفقرة، يمكن قبل كده اتكلمنا عن بعض الأسئلة اللي بتسأل، إنما حبينا النهاردة إنه اللي بيسألوا الأسئلة دي يبقى معانا أو ممثلون في مجموعة موجودة معانا النهاردة، مجموعة من الأطفال أعمارهم ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة. هدف الفقرة انهم يسألوا اللي هم عايزينه في حضرة فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري عشان يرد على كل تساؤلاتهم. فدي فقرتنا النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم يعني دي الطلعة الأولى، وبإذن الله كده بعد الشهر الكريم رمضان إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين، يبقى في سلسلة أخرى من هذه الفقرات وكمان مع فئات عمرية مختلفة من الشباب والشابات عشان نرد على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم بمشيئة الله. ناخد جولتنا الإخبارية المعتادة ونبدأها معا ونتابع آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت النهاردة على الصعيد المحلي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال احتفالية المرأة المصرية باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات القانونية لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها عرفانا بدورها الفاعل في بناء المجتمع. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق والفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة نافذة للإفراج الجمركي ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وطالب رئيس الوزراء بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية
التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي لأكثر من 100,000 مواطن في الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 22 من مارس الجاري، وذلك من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المستوطنة والكبد إحدى وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للوزارة. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ ما يقرب من 5 مليارات دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع إلكترونياً يبلغ 3,600,000,000 دولار فقط قبل الجائحة. شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعاً بحوالي 25 جنيهاً، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً 990 جنيهاً للجرام مقابل 1,015 جنيهاً، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1,911 دولاراً في البورصات العالمية، الأمر الذي أثر على الذهب بالانخفاض في السوق المصرية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسط سيناء، يكون دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. خلينا نبدا مع حضراتكم بحاله الطقس، وبعد قليل هنتكلم عن موضوع قرض صندوق النقد الدولي، هل فعلا مصر تقدمت بطلب ولا لا، والقصه دي كلها هنتكلم عنها بعد قليل. بس خلينا نبدا بحاله الطقس، لانه كلنا الحقيقه كنا بنستعد الاسبوع اللي فات على انه الجو بقى ده لطف، بقى انزل بالصيفي طلع الشتوي، واول ما عملنا كده هوب الدنيا اتشقلبت مره تانية. وشفنا يومين الايام اللي فاتت وكانه يعني الشتاء داخل، تحس كده ان هي ايه بدايه فصل الشتاء، وبالليل درجه الحراره تبقى قارصه شويه في البروده. يعني هيئه الارصاد الجويه قالت ان التقلبات دي ان شاء الله باذن الله تنتهي يوم الجمعه، وبدايه من يوم السبت تبدا الارتفاعات في درجات الحراره. ولكن من هنا ليوم الجمعه بتناشد هيئه الارصاد الجويه المواطنين بارتداء الملابس الشتويه الثقيله، وأشارت أن البلاد بتشهد ارتفاع تدريجي إن شاء الله في درجات الحرارة من يوم السبت اللي جاي، إنما من هنا ليوم الجمعة نعمل حسابنا في اللبس، لأنه يعني الطقس مش مضمون بصراحة اليومين دول. الشمس ساعات الصبح تبقى حلوة بس في شوية نسيمة هوا كده ساعة فتحس ببرودة، وناس كتيرة على فكرة خدعها تقلبات الطقس الأيام اللي فاتت وبدأت تخفف من لبسها وكده، وفجأة الجو يبقى برد او بالليل تبرد جدا، اللي بيجي له بقى دور انفلونزا. بس اغلب اللي يعني شفت اللي عرفتهم المرأة ايام اللي فاتت كده جالهم انفلونزا، مش بتاع اياها، اللي كان العالم كله نسي ان في حاجه اسمها كورونا، مع ان في متحولات جديده ودلتا كورونا وبتاع، بس ما فيش حاجه فيها صعبه، يعني ان شاء الله كله خير. وبسبب تقلبات الطقس محافظه الاسكندريه النهارده كان مثلا في امطار متوسطه الى غزيره، وبالتالي كان زي ما قلنا لحضراتكم امبارح انه محافظة الاسكندرية بالامس اعلنت عن تعطيل الدراسة النهاردة، وده حصل بالفعل، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بعربيات كسح المياه وما الى ذلك. النهاردة كمان الحقيقة في الاسكندرية ومطروح. بالنسبة للاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ايضا اعلن عن تعطيل الدراسة غدا الخميس في جميع مدارس الاسكندرية، وايضا في مطروح ما عدا مدارس مدينة سيوة. ليه التعطيل في الإسكندرية ومطروح؟ بسبب يعني توقعات بأنه برضو يبقى فيه تقلبات شديدة في الطقس غدا، وده كده يبقى اليوم الثاني بالنسبة لمحافظة الإسكندرية واليوم الأول بالنسبة لمحافظة مطروح. طيب خلينا نفهم أكتر الطقس هيبقى عامل إزاي بكرة وصولا اليوم الجمعة من الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ رامي، أهلا بحضرتك يا فندم. اتخدعنا يا دكتور محمود. لا احنا يعني وفقا لتوقعات الأرصاد احنا قلنا يا جماعة رغم إن الربيع بيبدأ 21 مارس إلا إن البداية المناخية
لسه لغايه دلوقتي ما تعتبرش بدا. لسه الاجواء شتويه، تعتبر بدايه الربيع، دي بدايه جغرافيه فقط او فلكيه، لكن البدايه المناخيه وفقا لتوزيعات الضغط وصور الاقمار الصناعيه وطبقات الجو العليا، كل الامور بتشير الى استمرار فصل الشتاء هذا الاسبوع. تمام. وبالفعل الارصاد الجويه كنا نوهنا ان في انخفاضات في درجات الحراره على مدار الاسبوع، وسقوط امطار ونشاط رياح بيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره. كل العوامل دي بالفعل موجوده معانا في 48 ساعه النهارده وبكره. يعني بكره الجو تقريبا هيبقى عامل زي النهارده، بروده خفيفه وهطول امطار على بعض المحافظات، ونشاط رياح بيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره، وامطار ممكن تصل الى مناطق من القاهره. طيب طمنا على يوم الجمعه، الموقف هيبقى يوم الجمعه. يوم الجمعه تدريجيا هتهدأ الرياح وهتبدا الى حد ما يكون في، يعني مش هنقول ارتفاع في درجات الحراره، ولكن هنقول هتقل كميات الامطار الموجوده في محافظات الجمهوريه في شمال البلاد. لكن ان شاء الله في فترات الليل وفي صباح السبت هتبدا درجات الحراره في التحسن التدريجي ان شاء الله. طيب وما بعد يوم السبت بقى هيبقى في ارتفاع تدريجي كده ونحس بالربيع، ولا في اي خدعه اخرى من الجو؟ لا ان شاء الله على مدار الاسبوع القادم ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، زياده في فترات طلوع اشعه الشمس وهدوء في سرعات الرياح، اجواء ربيعيه ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب مش عارف برضو هل التقديرات ممكن تمتد لشهر قدام؟ يعني بالنسبه لشهر رمضان تقديرات حضراتكم ايه، ولا لسه ده بيبقى صعب التكهن بيه او قراءته؟ هو طبعا التنبؤ مده طويله بتقلل شويه المصداقيه بتاعت التنبؤ، خصوصا تقلبات الربيع والتغيرات الخرائط اللي بتكون سريعه في فصل الربيع والتغيرات المناخيه وتغيير الخرائط. ولكن عاده من المعتاد مناخيا الشهر الاول من فصل الربيع يشهد بعض التقلبات ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره، فيجب متابعه النشرات الجويه بشكل يومي وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال الفتره القادمه باذن الله. طيب يعني بنناشد بس حضرتك يا دكتور محمود، لو درجه الحراره تبقى مظبوطه في شهر رمضان، بلاش حر قوي عشان الصيام وكده. احنا نتمنى كلنا كده طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير. أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه. خليكم شاتين، بكره الجمعه تبدا الدنيا تلطف شويه يعني بس خفيف، من السبت ارتفاع تدريجي في درجات الحراره زي ما دكتور محمود تفضل وقال لحضراتكم جميعا. نروح الى احتفاليه تكريم المراه المصريه والام المثاليه، واللي شهدها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيده قرينته السيده انتصار السيسي. أقيمت هذه الاحتفالية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والحقيقة كلمة سيادة الرئيس اليوم كان فيها مجموعة من الرسائل المهمة، واللي حرص خلالها السيد الرئيس على أنه يؤكد على أن تكريم المرأة المصرية ده حق أصيل للمرأة، ودعم الدولة ليها ده واجب من واجبات الدولة. وقام سيادة الرئيس خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، كما أكد زي ما قلت لحضراتكم دعم المرأة وحمايتها وتمكينها، وأن ده واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها، وعلينا جميعا أن نتخذ منهج حياة، فبدون ذلك لن يتحقق أي نجاح منشود. سيادة الرئيس قال كمان أنه المرأة المصرية العظيمة بتدعم وما زالت بتدعم وظهير لوطنها دائما، وشدد على أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن. خلال الاحتفالية أيضا وجه سيادة الرئيس بمجموعة من الإجراءات اللي من شأنها أن تعزز مكانة المرأة المصرية، واللي هنستعرض مع حضراتكم تفاصيل هذه التوجيهات في من سيادة الرئيس في هذا التقرير المعلوماتي التالي. دي يمكن التوجيهات سيادة الرئيس النهاردة، اللي من بينها تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتطبيقية، تهيئة فرص التعلم والتطبيق حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة، مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل، الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.
دي توجيهات سيادة الرئيس، وإن شاء الله يعني تدخل حيز التنفيذ. منها ما تم يعني أو كان في مجهودات خلال الفترة الماضية، إنما توجيهات سيادة الرئيس في إطار إنه يتم تعزيز هذه المجهودات حفاظا ل أو على المرأة المصرية. خلال الاحتفالية النهاردة الحقيقة وكلمة سيادة الرئيس، كان في مجموعة من القضايا اللي تطرق إليها سيادة الرئيس في كلمة سيادته، منها ما له علاقة بدور الرعاية. وقال سيادة الرئيس إنه يعني، وهنا يمكن وجه كلامه لوزيرة التضامن، بإنه هل الأفضل إنه مش بس الفتيات، إنما الفتيات والشباب يبقوا في دور رعاية، ولا يبقى عندهم أسر بديلة؟ ويمكن هنا في هذا الإطار سيادة الرئيس قال إنه تقديرا وبناء على دراسات علماء الاجتماع وعلم النفس، إنه الأفضل للطفل والطفلة إن هما ينشأوا في وسط أسرة مش في دور رعاية. وسيادة الرئيس قال ده مش بنقوله عشان نقول إن احنا مش هنقوم بدورنا، لا احنا هنقوم بدورنا، ولكن العلم بيقول كده، إنه الأفضل للطفل والطفلة إن هما ينشأوا في أسرة، في داخل أسرة. يعني حول وتفاصيل هذه هذا المحور وما تفضل به سيادة الرئيس في كلمة سيادته اليوم، خلونا نتابع كلمة سيادة الرئيس في هذا الإطار. مهما عملنا في دور الرعاية من اهتمام لمثلا لألف إنسان وإنسانة، يعني أفضل ولا يكون الناس دي موجودة مع أسر أفضل؟ مش كده يا دكتورة نيفين؟ فقالت لا طبعا، ده اللي كنت بتتكلم على جودة المقدم هنا، مش مهما كان قدرتنا احنا لن نستطيع ان نقدم رعاية. اتفضل استراح، اتفضل استراح. عايزين اذا كنا عايزين نقدم رعاية الافضل اسر، وبالتالي انا بقول واحنا يسرنا، اتصور يسرنا الشروط اللي كانت موجودة في هذا الامر. احنا عايزين ما يبقاش عندنا مشكلة، مش عندنا حد مكسور الخاطر، ما عندناش حد الظروف ظلمته، بان احنا نتكاتف كلنا مع بعض ونعمل ده للي يقدر. ما حدش بيطلب ان حد يقوم بدور هو ما يقدرش عليه. لكن لما كلمنا في النقطة دي بتاعت الرعاية ديت، قلنا ان احنا نتيح برامج لأسر تكون عندها الاستعداد للعمل الطيب ده وعندها الجهد للرعاية ديت عشان تتيح لهم انهم ياخدوا الابناء دول. مش ان الدولة مش عايزة تقوم بدورها او يعني بتتجاوزه، لا هو ان احنا تقديرنا بدراسات علماء الاجتماع وعلماء النفس كل والسلوكيات وكل الكلام ده، ان الافضل ان الطفل او الطفلة ينشأ وسط اسرته. قضية تانية من القضايا المهمة والملحة واللي محتاجين كلنا كمجتمع نبذل مجهود فيها أكبر عشان نحاول نشوف ليها حل، هو موضوع الطلاق. والطلاق هنا أعباءه كثيرة جدا. يعني سيادة الرئيس في هذا الإطار بيتكلم على أنه ساعات الموضوع بيبقى عند ما بين الزوج والزوجة، ومين اللي بيكونوا الضحية في الآخر؟ الأطفال. وفي بعض الأحيان برضو الضحية بتكون الأم اللي بتبذل مجهود كبير ومضاعف عشان تقدر انها تقوم بدورين مش دور واحد بس، عشان ترعى ولادها وتعلمهم كويس وتكبرهم وتربيهم ولحد ما توصلهم الى بر الامان. فده موضوع من الموضوعات ايضا اللي سيادة الرئيس كان حريص انه يتحدث بشأنه، فايضا دعونا نتابع كلمة سيادة الرئيس في هذا الاطار. وهنا برجع لموضوع كنت اتكلمت فيه قبل كده من سنتين ثلاثة، وقلت موضوع الانفصال والطلاق. وانا عايز اقول يعني يا ترى هو احنا كأسر كلنا، مش بكلم على الست خالص، يعني هان علينا عيالنا واطفالنا بين الرجل والست ان هو يقف على موقفه بغض النظر موقفه صح ولا غلط، وهي تقف عند موقفها بغض النظر صح ولا غلط. بس القيمة الكبيرة قوي للأسرة اللي هم الأب والأم مع بعض، ده مش تمن مستحق يدفع من جانب الأسرة ديت لصالح الجيل ده اللي هو الابن أو الابنة. أتصور
أتصور إن ده تمن مش كبير قوي إن أنا أتجاوز نفسي شوي. راجل كان أو ست، راجل كان أو ست، من أجل خطر إن أنا أوفر لابني ابني أو بنتي بيئة طيبة يطلع فيها متوازن مستقر راضي مرضي. ويمكن هذا الملف أيضا ممكن يدفعنا إلينا ناخد خطوة للوراء. سيادة الرئيس كان أشار لهذا الأمر قبل كده، فكرة إنه المقبلين على الجواز يحسنوا الاختيار، يبقى فيه زي دورة تدريبية بتتعمل لإعدادهم للجواز، اللي بعض الشباب بطبيعة الحال بيبقى الجواز بالنسبة لهم وكأنه رحلة، الله الفرح وبتاع ونفرح مع بعض، وما بعد ذلك من إنه في بيت في أسرة في مسؤوليات ما بتكونش الحسبة صح، فبيحصل خلل بيؤدي في بعض الأحيان إلى طلاق في فترات مبكرة جدا بتصل إلى أيام في بعض الأحيان. الجزء الثاني كمان لكل أب وأم، ما ينفعش أبدا إنه الجواز يبقى مشروع، فيبقى الأب عايز إنه بنته يجوزها من وهي صغيرة عشان أيا كانت الأسباب إيه، مش لازم نتطرق إليها، بس كلها أسباب الحقيقة شديدة السذاجة وتنم عن عدم تقدير لجوهرة ربنا إداها لهذا الأب ولهذه الأم اسمها بنتهم، اللي لازم يحافظوا عليها ويضمنوا إنها شريك حياتها ده هيصون هذه الجوهرة. وربنا يا رب يعني يساعدنا كلنا وينور بصيرتنا في إن احنا نقدر نتعامل مع هذا الملف عشان نحاول نحد من نسب الطلاق اللي زادت يعني خلال الفترات أو السنوات الماضية. من المشاهد العظيمة مش بس في احتفالات النهاردة، إنما في العديد من المناسبات اللي سيادة الرئيس من خلالها، وهنا لا بجامل ولا بطبل زي بلغة السوشيال ميديا يعني، إنما ده حقيقي، سيادة الرئيس بيقدم لنا فيه نموذج وبيفكرنا بطريقة غير مباشرة، لأنه سيادة الرئيس في اللحظات اللي زي دي بيكون التحرك بكل عفوية زي ما هتتابعوا دلوقتي حضراتكم. هنا بتكلم عن مفهوم الإنسانية وجبر الخواطر. جبر الخواطر ده من أعظم الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حساب اللي بيجبر بخاطر حد ده عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يتجلى هذا الخلق العظيم في احتفالية اليوم بطريقة تعامل سيادة الرئيس مع مجموعة من الأمهات المثاليات، سواء في اللحظة اللي فيها سيادة الرئيس يعني وقت تكريم الحاجة سميرة أحمد حسان هاشم من محافظة سوهاج الأم المثالية الثانية، يعني كان قبل يدها، والحديث اللي دار فيما بينهما واضح أنه كان مؤثر جدا مؤثر جدا. ودي اللي يعني لو تابعتوا حضراتكم اللقطات دي هتشوفوا من لحظة الابتسامة والحديث لما امتد وتأثر سيادة الرئيس بحديث هذه السيدة الفاضلة، ربنا يحفظها يا رب ويديها الصحة. يتجلى أيضا خلق جبر الخواطر في لحظة ثانية مش عايز انتقل إليها قبل ما حضراتكم تتابعوا هذه اللقطات. البعض هيقول لك يا عم بالجامل وبتاع عشان الرئيس، والله لا مجاملة ولا شيء، لكن في مشاعر إنسانية عظيمة بتتحرك في اللحظات اللي زي دي. ده المشهد التاني، لحظة تكريم السيدة الفاضلة بثينة محمد عبد السميع رمضان الأم المثالية من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية من محافظة الشرقية، وفي يعني أول لحظة لقائها بالسيد الرئيس بكت، فالسيد الرئيس يعني مسح دموعها وقبل دموعها، ويعني اللحظات المؤثرة دي على طول تحولت إلى ابتسامات متبادلة. جبر الخواطر ده شيء عظيم من أعظم العبادات وثوابه كبير جدا عند ربنا، وبقول الكلام ده لينا كلنا لأنه ربنا قدرنا كلنا ونقدر نجبر بخواطر بعضنا البعض. على فكرة جبر الخواطر ده حتى ولو بإنك تخلي حد يبتسم، حتى لو بتقول كلمة حلوة لحد تاني، فده من الأخلاق العظيمة الحقيقة. وهذا المشهد المتكرر
بيذكرنا بيه سيادة الرئيس بجمال جبر الخواطر اللي بيخلينا كلنا واحنا بنتابع لحظات زي دي بتحس ان كل مشاعرك بتتحرك، كل مشاعرك بتتحرك. حضراتكم بصوا على رد فعل الحاضرين او الحاضرات، يمكن الحديث مش سامعينه بس متأثرين بالمشهد حتى ولو مش عارفين ايه طبيعة الحديث اللي دار. فكل التحية الحقيقة لسيادة الرئيس على هذا الخلق العظيم اللي بيذكرنا بطريقة غير مباشرة دائما بجمال جبر الخواطر. نيجي للموضوع الشغل الشاغل لينا كلنا في الوقت الراهن، واللي يمكن سيادة الرئيس خلال الاحتفالية كان حريص على انه يطمن الناس، قضية الأسعار والسلع الغذائية مدى توفرها قبل شهر رمضان أو إحنا داخلين على شهر رمضان. ويمكن سيادة الرئيس قال إنه المشروعات القومية الكبرى اللي البعض بيتكلم عليها، لا، في مشروعات قومية مهمة جدا، لولاها ما كانش هيبقى النهاردة عندنا القدرة التخزينية اللي موجودة بالشكل ده. وإدى سيادة الرئيس بعض الأمثلة زي موضوع الصوامع وتخزين القمح وتطوير الشون الترابية إلى صوامع حديثة، واللي بالتالي ادانا قدرة تخزينية أكبر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات اللي يعني تحدث عنها سيادة الرئيس كنموذج، إنها لما اتعملت على مدار السنين اللي فاتت خلتنا النهاردة نبقى مطمئنين، وخلت النهاردة رئيس الجمهورية يقول للناس احنا داخلين على شهر رمضان، مش هقول لكم بقى ان انتم ما تشتروش او يعني نرشد الاستهلاك، واعملوا اللي انتم عايزينه، عايزين تشتروا، عايزين تخزنوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، الحمد لله مفيش مشكلة، بفضل ربنا سبحانه وتعالى كل السلع متوفرة قبل رمضان وخلال شهر رمضان الكريم. احنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور، وما عندناش مشكلة في النقطة دي، وانا بقولها فرصة وانتم موجودين معانا ان انا اسمحها كل المصريين، ما عندناش مشكلة بفضلك يا رب لا في سلع أساسية ولا في أي شيء. أنا بتكلم لحاجتنا زي ما احنا عايزين، أيوة، وزيادة نعم، وده فضل من ربنا علينا وجهد الدولة وجهدكم. يعني البلاد ما بتتعملش بالأماني، الدول ما بتطلعش قدام بالأحلام بالكلام، الدول بتطلع قدام بالجهد والمصابرة. أكيد والوعي، أكيد والوعي، أكيد والوعي. فنقول الكلام ده دلوقتي وبعدين أقول لأي حد طب يعزلني عنده في البيت ألاقي ملال السفرة عشان رمضان يعني إيه؟ لا لا، ونعتبرها يعني موضة، يعني نقول لك إحنا هو ده. طب إحنا عندنا مشكلة في السلع؟ لا والله، اعمل له أنت عايزين. أنا والله بحلف، خدوا اللي انتوا عايزينه، انزلوا عبوا من الاسواق. وانا عايز اقول لكم على حاجه، يعني لسه الجيش بينزل 2 مليون كرتونه، ممكن ينزل 2 و3 و10 و20، احنا عاملين حسابنا لكل حاجه. يعني تخوفاتنا الفتره الماضيه وبنتكلم على يا جماعه تريثوا، سياده الرئيس بيقول عايزين تشتروا اشتروا، عايزين تعبوا عبوا، فتوكلوا على الله. يعني واضح انه سيادة الرئيس بيتحدث بشكل صريح في هذه في هذا الامر، في هذه القضيه باريحيه شديده، وده اللي بيطمن على وفره السلع اللي موجوده في الاسواق. على مستوى ارتفاع السلع هرجع اسعارها، يعني هرجع واذكر حضراتكم بانه تقدروا تشتروا من يعني كل اللي بتطرحه الدولة في المجمعات الاستهلاكية، واللي بتطرحه القوات المسلحة، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، معرض أهلا رمضان، كل هذه الأماكن فيها أسعار مخفضة بشكل أكبر أو يعني أقل بكتير من اللي موجود في الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30% وحتى 60%. الملمح الأخير اللي عايز أقف مع حضراتكم عنده في تكريم الأمهات المثاليات النهاردة، التنوع المتميز سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى النماذج المختلفة، والحرص على أنه تكريم الأمهات المثاليات يكون فيه هذا التنوع المتميز الحقيقة. فكل الشكر، كل الشكر على هذا التنوع.
من على مستوى زي ما قلت على المستوى الجغرافي، وعلى مستوى انه تجد ام مثاليه او ام بديله، وده مهم جدا برضو، الام البديله اللي ربت ابن اختها او بنت اختها او بنت اخوها او ابن اخوها، الام المثاليه اللي من ذوي الهمم، اللي بالرغم من يعني وجود ما يبدو وكانه عائق الا انه لم يحول عن انها تقوم بدورها على اكمل وجه وتوصل ابنائها الى بر الامان بكل تميز. الام المتطوعه في حياه كريمه، وده على مستوى النشاط المدني. ولو بنتكلم على النشاط المدني فيعني جت اللقطه بتاعت الحاجه مكه. حاجه مكه من وهي عندها 30 سنه من ابناء صعيد مصر، من وهي عندها 30 سنه وهي من الرائدات في النشاط المدني، ومن سنة 84 وهي بتشتغل على رفع وعي الأم، رفع وعي الفتاة. وهنا بقول لحضراتكم سنة 84 اللي هي قضية التوعية والوعي دي ما كانتش من الحاجات الدارجة قوي أو المنتشرة قوي بصفة عامة، وتحديدا لو بنتكلم على صعيد مصر مش من القضايا اللي كانت يعني مثارة، ولذلك لها مكانة خاصة. عشان كده كانت موجودة في الفيلم التسجيلي اللي أذيع النهاردة خلال الاحتفالية، بالإضافة إلى تكريم أم ونموذج مشرف من الأمهات المثاليات، أم شهيد من أبناء القوات المسلحة المصرية، وأم شهيد من شهداء الشرطة المصرية. ولذلك بقول لحضراتكم أنه التنوع متميز جدا جدا على كافة المستويات، حتى على مستوى الأعمار. مش شرط أن الأم المثالية دي تكون يعني كبيرة في العمر، مش شرط. ومن اللقطات برضو أو الحاجات العظيمة جدا ونشكر سيادة الرئيس عليها، أنه سيادة الرئيس شوفوا حضراتكم اللحظات دي كلها منصت ومرحب ويسعد بالاستماع، مش مجرد تواجد لتكريم في احتفالية ومغادرة. يعني مش هعلق طبعا على أنه سيادة الرئيس قرر أنه ينزل من على المسرح لتكريم هذه الأم الفاضلة، لأنه هكذا عهدنا يعني سيادة الرئيس، بل وكان حريص على أنه كمان هو بنفسه يعيدها إلى مكانها في الصفوف الأولى. احتفالية عظيمة الحقيقة بكل المقاييس، وأتمنى أن مفيش أم تكون زعلانة، لأن أنا عارف ممكن يعني إيه بعض الأمهات يبقوا برضو أمهات مثاليات. إحنا بنتكلم هنا على نماذج، نماذج بتعبر عن أمهات مثاليات كثر أو كثيرات على مستوى محافظات الجمهورية كلها، لهن جميعا كل الاحترام والتقدير والاعتزاز. نترك الاحتفالية لكن مش هنبعد كتير عن عيد الأم والأمهات المثاليات. وتكريما لهن قامت مجموعة العربي بعدد من المبادرات والاحتفالات على مستوى مختلف محافظات أو العديد من محافظات الجمهورية، بالتزامن مع احتفال مجموعة العربي مع محافظات الجمهورية بالأعياد القومية في تلك المحافظات، منهم محافظات إنا والفيوم وبني سويف والمنيا، والأعيادها القومية بتبقى في شهر مارس. فمجموعة العربي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والسادة المحافظين وتحديدا مؤسسة العربي يعني لتنمية المجتمع، تم تكريم العديد من الأمهات المثاليات خلال احتفاليات نظمتها المحافظات في أعيادها القومية. وأكدت الأستاذة صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع أن مجموعة العربي لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في الحوار اللي أجرته مؤسسة حياة كريمة مع شركاء المجتمع المدني في مصر، واللي نتج عنه تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بيحقق الحقيقة نتائج إيجابية جدا وملموسة على الأرض لخدمة الفئات المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة. فاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نستكمل معا آخر وأهم الأخبار، فأرجوكم ابقوا معنا. بينما كانت تعمل الدكتورة مروى الشاعر الأستاذة بالمركز القومي للبحوث على علاج لمواجهة الخلايا السرطانية التي تهاجم أعضاء الإنسان المختلفة، اكتشفت أن المرض الخبيث قد تسلل خفية إلى جسدها
ولأنها لا تعرف الاستسلام فحولت الأمر إلى حرب بينها وبين هذا المرض، وأبت إلى أن تكون هي المنتصرة عليه. الأول اعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى، لأن قلت لو هو اختبار أنا قد ما استسلمتش قوي، إني خايفة على جوزي وعلى ولادي. أخدت قوتي برضو منهم، إن شفت حزن وخوف على ماما، أخدت بالأسباب، يعني عملت الجراحة وأخدت الكيماوي 16 جرعة كيماوي، أخدت 25 جرعة إشعاع وسبع سنين علاج هرموني. وكانت المكافأة إن في أول سنة لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي دكتورة مروة تطلعي تحجي، أنا بكيت. قوة عزيمتها ورباطة جأشها دفعاها لتقبل الأمر والإصرار على العلاج، حتى وإن ارتبط اسم السرطان عندها بالموت، وقامت بإنتاج مجموعة من الفيديوهات خلال فترة العلاج لتشجيع نساء اللواتي يعانين من المرض ذاته ودعمهن لمواجهته. هدفي من الفيديوهات اللي اتعملت إن أنا أنشر وعي وحول الألم اللي كان جوايا ده لأمل لناس، لأن أنت خلاص عديت النفق، اللي لسه بديه عايز بس يتحسس الطريق. لغاية النهاردة زمايل ليا في الشغل في المركز القومي، احنا واخدينك قدوة في المو... انت قوية، فبقول لهم انتوا مش فاهمين انا كنت من جوه عاملة ازاي، بس ابتديت تليد الناس ان انت توجههم ايه اللي تعمليه وايه اللي ما تعمليش واقويهم هيعدي. فانا كان حاجة يعني الاتزان النفسي مع امل. بصورة طبيعية تعيش حياتها الان بعد التخلص من السرطان، لكنها مستمرة في البحث والدراسة لعلها تصل إلى علاج يقضي على هذا المرض ويوقف معاناة كثيرين يعانون من آلامه. احنا بنحمد ربنا وما تتأخريش وما تهمليش، واللي هنصحه كمان بلاش التخن، لأن التخن ده مصدر استروجين، والاستروجين ده يعني ضرره فظيع. يعني كلي صحي، اهتمي بنفسك، امشي كويس، اشربي ماء كتير، ما تحاوليش تزعلي، الحياة مش مستاهلة. يعني اللي نفسك فيه اعمليه، كفاية ان انت تحطي نفسك في ضغط عصبي زيادة، لان فعلا بتدفعي ثمن كتير. محمد عبيد، مساء ديامسي. قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذي وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر. وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة. وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسماءهما بأحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة، ليكونا خير مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين. زي ما تابعتم حضراتكم ان السيد الرئيس كان حريص على حضور جنازة العسكرية لاثنين من ابطال القوات المسلحة المصرية، الفريق سيادة الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق، وسيادة الفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة. والحقيقة أنه كمان القوات المسلحة المصرية النهاردة نعت يعني الاثنين على من خلال الصفحة الرسمية، وزي ما حضراتكم تابعتم يعني قيادات الدولة كانوا حاضرين في تشييع الجنازة اليوم خالص التعازي لأسرتهما الكريمتان.
الحقيقة أنه الفريق عبد رب النبي حافظ عمل قائدا لكتيبة في حرب اليمن، ثم قائد لواء مشاة ميكانيكا خلال فترة حرب الاستنزاف، وصولا إلى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية. الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. ولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 من يونيو عام 1930، وتخرج في الكلية الحربية في 1 فبراير عام 1949 ليعين ضابطا في الكتيبة الثانية بنادق مشاة، ويبدأ مسيرته الحافلة بالمحطات والبطولات. جاء دوري إلى قائد كتيبة ورحت اليمن، عينت في اليمن وتوليت قائد الكتيبة 17 في محور جيحانة. ويعود البطل من حرب اليمن أواخر عام 1967 ليخوض مع من خاضوا ملاحم حرب الاستنزاف كقائدا للواء 118 مشاة ميكانيكي، أحد التشكيلات القتالية بنطاق الجيش الثاني الميداني، ثم يتولى رئاسة أركان الفرقة 16 مشاة ميكانيكي حتى يصدر القرار بتعيينه قائدا لها، فيخوض رجال الفرقة 16 ضمن فرق المشاة الخمس ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس. فتتجلى روائع أعمال قتال الفرقة 16 تحت قيادة قائدها الفذ العميد أركان حرب عبد رب النبي حافظ. الحمد لله، ويكفيني فخرا أن الفرقة 16 حازت على وسام الجمهورية العسكري للتشكيلات. وتنتهي الحرب فلا ينتهي العطاء، ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب السكرتير العام لوزارة الحربية، ثم رئيسا لأركان حرب الجيش الثاني الميداني فقائدا له، ثم يتولى رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة في ديسمبر عام 1979 مسيرة عسكرية قادت البطل ليمنح رتبة الفريق، ويتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981. ويواصل الفريق عبد رب النبي حافظ رحلة العطاء بملء البطولة والكبرياء، ويشرف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 من إبريل عام 1982. بالقانون تستطيع أن تحصل على الواجب، بالحب تستطيع أن تحصل على المستحيل، وهذا ما حدث في حرب أكتوبر. ويبقى الفريق عبد رب النبي حافظ في صدارة ذلك الجيل الذهبي الذي كتب عليهم القدر أن يخوضوا حروب مصر المعاصرة ليسلموا الراية لمن بعدهم، مرتفعة هامتها وعالية صواريها، فصادق الأعمال يرسخ كالجبال، وبخالص العطاء يعرف الرجال. رحمة الله عليه، وخالص التعازي مرة أخرى لأسرته الكريمة. أما الفريق عبد المنعم خليل فعمل قائدا لكتيبة مشاة، ورئيس أركان لواء مشاة، ورئيس عمليات القوات العربية في اليمن، وقائد لوحدات سلاح المظلات، وصولا إلى توليه منصب مساعد وزير الحربية وقائد الدفاع الشعبي والعسكري. من صعيد مصر بزغ نجمه، وفي دروبها اشتد عوده واستنار فكره، وفي ناصع صفحات جيش مصر العريق سجل بأحرف من نور اسمه، الفريق الدكتور عبد المنعم محمد خليل، أحد رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث. أنا عبد المنعم محمد إبراهيم خليل، جندي من جنود القوات المسلحة، وليا شرف أن أنا أكون
ضمن أسرة القوات المسلحة المصرية. ولدت في أول إبريل 21 في قلوصنا بالمنيا. التحق اللواء عبد المنعم محمد خليل بمدرسة محمد علي الابتدائية عام 1927، ثم انتقل إلى مدرسة الخديوية ونال شهادة الثقافة، ثم التوجيهية عام 1939، ومنها التحق بالكلية الحربية وتخرج في 28 من مايو عام 1942. وفي مسيرته العسكرية الطويلة والشاقة شارك الفريق عبد المنعم خليل ضمن القوات المصرية التي دخلت حرب فلسطين، ومن أبرز المحطات التي يحفل بها سجله العسكري نقف عند سفره في بعثة إلى إنجلترا للحصول على دورة قادة سرايا عام 1951، ثم حصوله على دورة كلية القادة والأركان وإفاده في بعثة إلى موسكو عام 1961 للحصول على دورة قادة ألوية، ثم توليه منصب قائد الكتيبة الثامنة مشاة ورئيس أركان اللواء الرابع المشاة. بعدها سافر إلى اليمن كرئيس لعمليات القوات العربية ونال ترقية استثنائية إلى رتبة العميد لمشاركته في إحدى العمليات الهامة والخطيرة باليمن. عاد بعدها إلى مصر عام 66 ليشارك في حرب يونيو عام 67 قائدا لقوات المظلات. وبعد حرب يونيو 67 تولى منصب رئيس أركان الفرقة الثانية، ثم كلفه اللواء أحمد إسماعيل بالإشراف على قطاع بورسعيد. وفي 9 نوفمبر عام 67 تم تعيينه قائدا للفرقة الثالثة المشاة، ثم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني في 17 مارس عام 69، ثم تولى قيادة الجيش الثاني في 12 سبتمبر عام 69، حيث قاد الجيش الثاني الميداني في المراحل الهامة والخطيرة من حرب الاستنزاف، وواصل جهوده لإعداد الجيش لتلك الحرب واستكمال احتياجاته الإدارية والفنية، ثم انتقل لتولي منصب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يوم 16 أكتوبر عام 1973. ومع بدء أحداث الثغرة الإسرائيلية غرب القناة استدعت القيادة العامة اللواء عبد المنعم خليل ليتولى قيادة الجيش الثاني خلفا للواء سعد مأمون. وبعد انتهاء الحرب شغل اللواء عبد المنعم خليل العديد من مناصب القيادة العامة، وانتهت خدمته بالقوات المسلحة بالإحالة للتقاعد في 1 يوليو عام 1975. النصر يخلق كل يوم أبطال، لأجلك يا مصر، لأجلك يا مصر، وهي والله روح النصر جوانا عايشة في مصر، وهي والله روح النصر جوانا عايشة. خلوا دائما مصر أولا هي هدفكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ مصر وقوتها المسلحة ورجالها وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظ مصر رب دايما وقوتها المسلحة وكل رجالها المخلصين. مرة أخرى خالص التعازي لأسرته الكريمة. إيه قصة قرض صندوق النقد الدولي؟ هل مصر تقدمت بطلب بالفعل ولا لا؟ بدأت يمكن بعض المواقع منذ الصباح تتحدث في هذا الشأن، ثم منذ يعني ساعات كان مجلس الوزراء أعلن بالفعل أنه مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خطتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر. السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أشار إلى أنه يعني الدولة المصرية بالفعل مستمرة، والحكومة المصرية هدفها خلال هذه المرحلة استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي والقوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية، ولتحقيق ذلك الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لما أشار إليه السفير نادر السعد مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية اللي من بينهم صندوق النقد الدولي، والهدف هو الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة. ده بالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي. هل هو عبء جديد ولا لا؟ يعني هنسأل في هذا الأمر بعد قليل، لكن خلينا أقول لحضراتكم عناوين سريعة كده على برضو التطورات الاقتصادية في بعض المحاور ما له علاقة بشهادة بنكي الأهلي وبنك مصر اللي هي ب 18%. آخر الأرقام اللي تم الإعلان عنها كان صباح اليوم، وهو أنه الحصيلة حتى الآن تجاوزت 58 مليار. غدا صباحا أتوقع أنه هيتم الإعلان عن الرقم الجديد، وبالطبع هيكون تجاوز 60 مليار. ده بالنسبة لهذه الشهادة. بالنسبة لسعر الدولار النهاردة، يعني استقر سعره بعض الشيء، سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثبات عند 18 جنيه و43 قرش للشراء و 18 جنيه و53 قرش للبيع. بالنسبة للبورصة المصرية النهاردة، الحقيقة أنه على مستوى البورصة شهدت ارتفاع جماعي للأسهم في خلال جلسة اليوم، ودي الجلسة السادسة على التوالي اللي بتشهد يعني الحمد لله مؤشر إيجابي أو ارتفاع جماعي، وكانت أرباح رأس المال السوقي النهاردة 3.7 مليار جنيه. بالنسبة لأسعار الذهب، شهدت النهاردة تراجع بحوالي 25 جنيه. عيار 21 سجل النهاردة وهو الأكثر مبيعا طبعا، سجل 990 جنيه للجرام بعد ما كان 1015 جنيه قبل الهبوط اللي حصل النهاردة في أسعاره. وبالإضافة لده كمان الحقيقة أنه حصل تراجع للسعر العالمي للذهب إلى مستوى 1911 دولار، وده في البورصات العالمية النهاردة. ده بس آخر كده الأخبار اللي يمكن الناس حريصة على متابعتها خلال الأيام الماضية، سعر الذهب وسعر الصرف وأيضا شهادات الـ 18% في البنك الأهلي وبنك مصر. طيب خلونا نقرأ هذه التفاصيل مع دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة مشاهدين الكرام. برحب بحضرتك معنا. يعني بداية خلينا نتساءل أسئلة يمكن بتدور في ذهن عدد من المواطنين فيما يخص طلب مصر للحصول على يعني تمويل آخر أو قرض آخر من صندوق النقد الدولي، كيف تقرأ هذا التحرك؟ واللي البعض ممكن يكون شايف أنه دي أعباء وديون أخرى يمكن تكون أعباء على الدولة المصرية في الوقت الراهن. خلينا نقول طبعا في الوقت الراهن احنا شايفين طبعا عديد من الأزمات والصدمات اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي، واللي لسه يمكن الاقتصاد العالمي لم يتعافى بالشكل الكامل من تداعيات جائحة كورونا واللي فرضت ارتفاعات في معدلات التضخم، ولكن الأمور ازدادت سوءا بالأزمة الروسية الأوكرانية اللي أضافت الكثير لمعدلات التضخم العالمي وارتفاعات كبيرة جدا في أسعار الطاقة وأسعار السلع الأساسية. ومن هنا ابتدى يبقى هناك نظر إلى العودة لصندوق النقد الدولي من خلال برنامج للإصلاح الشامل إنجاز التعبير، الغرض الرئيسي منه العمل على استعادة معدلات نمو اقتصادي يكون مرتفعة، العمل على تقديم الجزئين الشق الفني والشق المالي. أكيد مصر هتقدر إن هي تستفيد من برنامج زي دوت في شهادة جدارة ائتمانية في الوقت الراهن، تقدر إن هي عن طريقها تكسب مزيد من ثقة المستثمرين الأجانب سواء للاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات الغير مباشرة. وخليني أكون يعني محدد شوية أكتر في الجزء الخاص بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وده سواء على مستوى استثماراتهم في سوق الأوراق المالية أو على الجزء المتعلق باستثماراتهم في أدوات الدين الحكومي السندات وأذون الخزانة. مهم جدا أن احنا نجدد شهادة الجدارة الائتمانية وثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، لأن احنا شفنا الفترة الأخيرة كمان مع الاتجاهات الحديثة
ارتفاع للفايدة في الاقتصاد الامريكي من جانب الفدرالي الامريكي، وكمان تصريحه بان هناك زيادات اخرى خلال الفترة القادمة، فده بيضغط بشكل واضح جدا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، اللي هي ما تعرف بالأموال الساخنة قصد حضرتك يعني. بالضبط الهوت ماني، بالضبط الأموال الساخنة دي بتبقى جزء مهم جدا من السيولة بالنسبة للاقتصادات، بتبقى مهمة جدا لأنها بتدعم سعر الصرف. كلها نعلم أنها لها مميزاتها ولها عيوبها، لكن فكرة أننا يبقى اي اقتصاد يدخل له مثلا 20 مليار دولار وبعد كده يتم سحبهم مره اخرى، اكيد ده بيعمل يعني بعض الخلل والهزه، لكن دي هتبقى جزء مهم جدا ان احنا نكسب ثقه المستثمرين الاجانب في الجزء المتعلق بالاموال الساخنه واستثماراتهم في طيب. وهل اكتساب الثقه لو كان ده واحد من الاهداف الرئيسيه دكتور علي، هل اكتساب الثقه ده ممكن يعني يدفع المستثمرين الأجانب اللي بيستثمروا في أدوان الدين الحكومي إن هم لا ينظروا لزيادات الفايدة اللي هيعلن عنها الفدرالي الأمريكي واللي قال يعني على 6 مرات من هنا لنهاية السنة؟ ما أعتقدش إن ده ممكن يكون مؤثر قوي. ما خلينا نقول برضو إن الموضوع مش مرتبط بس بالثقة، لكن أيضا مرتبط بيه إن إحنا أوريدي رفعنا أسعار الفايدة كجزء من المواجهة لرفع أسعار الفايدة في الفدرالي، مش إحنا لوحدينا، إحنا شفنا قطر، البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية وغيرها من الدول رفعوا هم كمان من أسعار الفايدة لديهم علشان يقدروا إن هم يواجهوا الارتفاعات في طيب أسعار مع رفع أسعار الفايدة ده مش ممكن يكون أعباء على لو حصلت مصر على قرض من صندوق النقد، يعني الأعباء تبقى زيادة؟ اكيد هيبقى فيه اعباء ما نقدرش ننكر، لكن احنا دلوقتي في فتره فيها ازمه كبيره جدا، وانت كاقتصاد بتحاول ان انت تمرر هذه الازمه. يعني خليني اقول لحضرتك على ان احنا مثلا لما نخصص 130 مليار جنيه لمواجهه هذه التداعيات، هو دوت مش عبء على الموازنه ومواصفات العمل للدوله، هو احنا لما نقدم صرف المعاشات والاجور هو ده مش ضغط على الموازنه، لكن احنا بنتكلم في الظروف طريقه بيمر بيها العالم كله، وبالتالي بتترتب في الاولويات، والاولويه دايما في المقام الاول والاخير هي مصلحه المواطن المصري وتلبيه احتياجاته الاساسيه. نعم. فاحنا محتاجين ازاي ان احنا نضمن استمراريه هذا الامر وفي نفس الوقت احافظ على الاستثمارات الاجنبيه، ومش هي وبس، لكن المصادر الدوليه للاقتصاد المصري كلها ان يحصل فيها نوع من انواع التعافي، سواء على مستوى السياحه، على مستوى الصادرات، على مستوى تحولات المصريين من الخارج، رادار قناة السويس، بجانب الجانب الآخر اللي هو مرتبط باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وبالتالي نعم. كلها هتقدر تدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأمام باقي العملات الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. هو لازم أطلع فاصل، بس عايز أمر سريعا على حاجتين ثلاثة بس عشان فيما يخص التطورات الأزمة الأوكرانية. روسيا النهاردة خدت قرار وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بأنه عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في روسيا غير مرغوب فيهم وعليهم الرحيل، وروسيا قالت أنها خدت القرار ده ردا على الإجراءات اللي خدتها واشنطن مطلع مارس الحالي فيما يخص 12 شخص من أو عضو في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، واللي برضو يعني واشنطن خدت قرار بأن هم يغادروا. مش بس كده، كمان ده قرار بقى مهم جدا أعلن عنه النهاردة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أنه بلاده قررت بيع الغاز والنفط بالعملة الوطنية الروسية الروبل فقط. قال أنه إمدادات الغاز والطاقة اللي بتروح إلى أوروبا التعامل فيها هيكون باستخدام الروبل فقط. ده قرار الحقيقة من القرارات اللي لازم نقف عندها وننظر إليها، لأنه بعد اللي أشار إليه بوتين إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه حصل قفزة لقيمة الروبل الروسي أمام الدولار، ده على طول بعد بس ما أعلن عن هذا القرار. على الجانب الآخر نيجي نبص للقرار ده صداه هيكون عامل إزاي على الجانب الأوروبي. عدد من الخبراء الحقيقة بيقولوا إن دي مجرد خطوة أولى، وتوقعوا إن ممكن يتبعها خطوة تانية بإنه يتم تحويل كل صادرات السلع الروسية للخارج إنها تكون التعامل فيها بالروبل. صادرات زي إيه؟ زي القمح، زي النيكل، زي اليورانيوم، الأسمدة، إن كل ده متوقع إن روسيا تاخد قرار إن الصادرات دي كلها برضو التعامل فيها يكون بالروبل. بالنسبة لأوروبا والغرب ككل،
او ما اطلقت على روسيا يعني الدول غير الصديقه، لان هو القرار كان بشان الدول غير الصديقه، هم هيبقى عندهم مشكله تقنيه. المشكله انه اوروبا مش هتقدر ان هي تقول مش هناخد غاز من روسيا، هتفضل تاخد غاز من روسيا. لكن في الوقت نفسه اوروبا هل لديها ما يكفيها من الروبل عشان تسدد؟ لا. طيب البعد الثاني انه قرار زي ده ممكن يبقى ليه علاقه بانه العقوبات الاقتصاديه على البنوك الروسيه تدفع بانه قرار زي ده اوروبا هتضطر تتعامل مع هذه البنوك عشان تقدر انها توفر روبل، عشان تقدر انها تدفع لروسيا، عشان تقدر انها تاخد الغاز. حبيت بس امر مع حضراتكم سريعا على هذا المحور وهذه القصه، لانه المحور ده كمان ليه علاقه ب ما يعني الـ الاخبار اللي كانت بتتقال الفتره اللي فاتت بان روسيا في تعاملاتها مع الهند هيبقى بعملاتهم الروبل والروبي روبيا، روسيا في تعاملاتها مع الصين ايضا هيبقى بعملاتهم، السعوديه في تعاملاتها ايضا مع الصين. ده ليه علاقه ببعض التحليلات اللي موجوده النهارده في عدد من المواقع اللي بتتساءل هل هذه الخطوات هتؤدي الى انه الدولار اللي بيسيطر على التعاملات اللي موجوده على مستوى العالم مهدد ولا لا؟ ما زال السؤال مطروح، اجابته مش واضحه، يمكن الايام الجايه توضح الاجابه. فاصل سريع مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نرحب بالامهات الفضليات المثاليات، مجموعه من الامهات اللي تم تكريمهم النهارده في الاحتفاليه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فارجوكم ابقوا معنا. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. زي ما كنا بنتكلم انه التربية مسؤولية، وبالتالي لما الام تفني حياتها لتربية ابنائها وتوصلهم لبر الامان، من اجمل الحاجات انه الدولة تكرم الامهات المثاليات. ومحظوظ الحقيقة بانه ثلاثة من الامهات المثاليات اللي السيد الرئيس كرمهم النهاردة يكونوا منورنا في مساء دي امسي. ست الكل الأستاذة سميحة حسين أحمد علي، أم الشهيد النقيب زين العابدين مصطفى فؤاد، برحب بحضرتك معانا وكل سنة حضرتك طيبة. أنت طيب. وست الكل الأستاذة إقبال فايز لبيب درياس، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، برحب بيكي معانا وكل سنة حضرتك طيبة. وأنت طيب، ربنا يحافظ عليك. وست الكل الأستاذة صالحة مرعي حسين علي، الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية، برحب بيكي معانا ست صالحة، منورانا. كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك طيب، ربنا يحافظ. عايز أعرف يعني مشاعر كل واحدة من حضراتكم مع التكريم النهاردة من سيادة الرئيس، اتفضلي ست الكل. ما فيش كان أحسن من كده والله. أول فرحة النهاردة اللي أنا قابلت الرئيس وأول ما دخلت عليه من فرحتي به، قلت له ربنا يا ربي ينصرك على من يعديك، وربنا ما يشمت فيك ظالم يعني، والحمد لله. وقديه كانت أول فرحة، ونهار ما محمد ابني ربنا بعت له زين كانت دي فرحة برضه. ما شاء الله محمد يعني عنده زين. بسم الله ما شاء الله، زين العبدي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك. والحمد لله يعني ربنا كرمنا، واشكر وزاره الداخليه رشحوني للتكريم النهارده. للتكريم النهارده والعلاقات على فكره انا كنت هعمل عمليه الغضروف الاسبوع ده، لما عرفت ان انا هقابل الرئيس اجلت العمليه. اجلت العمليه. لا يا رب تبقى المقابله النهارده كمان بقى، تلاقي انك مش محتاجه العمليه. ممكن. ربنا يا رب يكتب لك الصح. الله يخليك. لا والله اجلتيها اجلتيها والله. الله، دي حاجه كنت يعني لما بقيت اشوف الام المثاليات السنه اللي فاتت بقيت اقول يا ربي عقبالي عباله. كنت مستنيه اللحظه دي. كنت مستنيه اللحظه دي، مش كنت مع الشمع لما بلغوني؟ قلت لا والله ما انا عامله العمليه الاسبوع ده خالص. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يديك الصحه ست الكل. ست اقبال ست الكل، شعورك ايه برضو لما عرفتي انك هتتكرمي والسيد الرئيس هيكرمك وطلعتي بقى على المسرح؟ واضح انت خجوله جدا، فيعني حتى ما قدرتيش تتكلمي تقولي كلمتين. بجد انا يعني مش لاقي كلام اقوله يعني. فخامه الرئيس دي حاجه كبيره جدا يعني يذكرنا احنا ويعني ويقف قدامنا ويطاطي يسالنا يعني، دي حاجه، دي شعور انا ما اقدرش اوصفه يعني. لو اتكلمت المليون سنه مش هقدر يعني. انا تعب السنين اللي انا شفته في عمري كله، عايزه اقول لك ان النهارده حاسه نفسي ان انا مولوده من جديد، ان انا طفله
لما شفت الرئيس. ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب، وربنا يخليه لمصر ويخليه للأمة كلها على مستوى العالم كله، مش جمهورية مصر العربية. يا رب ربنا يرفع شأنه يا رب إن شاء الله. ست صالحة، ست الكل، كأول أم بديلة بقى، وفكرة أنه كمان الدولة حريصة على أنه مش بس الأمهات المثاليات، إنما في أم يمكن مش بيولوجيا إنما هي اللي تولت التربية، وأخت حضرتك رحمة الله عليها يعني تركت لك طفلين. أوه. بنتين مش كده؟ لا، ولد وبنت. ولد وبنت. أوه. ولد وبنت. أوه. كان عندهم كم سنة بقى؟ كان محمد في تانية ابتدائي وبسمة في تالتة ابتدائي. اه، 8-9 سنين. اه ما شاء الله، ربنا يخليك. ودلوقتي اتخرجوا؟ اه الحمد لله رب العالمين. محمد نظم ومعلومات، اتجوز وخلف، وبسمة معهد إدارة وحسابات، اتجوزت وخلفت. ده غير بنوتك بقى كمان. ده غير آية اللي من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. بس دي بطلة بقى يا فندم، ده الحمد لله رب العالمين، بطلة عالم في رفع الأثقال. بسم الله ما شاء الله. وكانت أول حالة شلل دماغي تحصل على هذا اللقب عربية. وأول جمهورية في القرص والجلة. ما شاء الله. وبفضل الله حصل لنا إصابة في رجلينا، حبيت رحت كاتبة لها كام شعر، دخلتها مسابقة عشان مثلا الإصابة اللي رباط الصليبي هيقعدنا سنة في البيت. طبعا أنا خفت على إحساسها وإن هي تتعب وكده، وكان وفاة باباها برضو عليه رحمة الله. رحمة الله. أنا يعني لميت ده كله ورحت كاتبة لها كام شعر، نزلتها في أول مسابقة، أخذت تاني جمهورية على المستوى الصعيد والدلتا والوادي الجديد، تاني مسابقة بفضل الله سبحانه وتعالى أخذت فيها لقب شاعرة النيل، تالت مسابقة أخذت فيها سفيرة الشعر العربي. ما شاء الله. رابع مسابقة أخذت فيها النجمة الذهبية. يعني أنت اللي علمتيها تكتب شعر؟ لا، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أكتب لها وأحفظها وأنزلها مسابقات. بتكتبي شعر؟ حلقات دي. طب ما تقولي لنا كلمة كده، كلمتين حلوين. يا حبيبي ربنا يحفظك. قولي يا ست حبايب. في شعر الأم الشهيد. تعظيم السلام لأم الشهيد، يا أم الشهيد يا أم الشهيد يا أم الشهيد، يلي يلي أنجبت الولد البطل الجدع الشديد، بمية النيل شبعتيه، على الشهامة وحب الوطن والدين نشأتيه، أمانة أمانة عليك ما تبكيش، ده يوم استشهاده رفع العلم وراس المصريين، ويوم وفاتك في الجنة حجز لك مكانك، تعظيم سلام لأم الشهيد، ادعيلي ادعيلي أكون زيه من الشهداء البرين، واروح أقول له كل الأجيال ليك شاكرين، وكرمه الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الشطارة والجمال ده حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك. حسيتي بإيه بقى النهاردة بتكريم سيادة الرئيس ليكي، وفكرة أنه كان فيه اهتمام بتكريم كمان الأم البديلة اللي أفنت حياتها لتربية أبناء أختها؟ بس حضرتك والله العظيم أنا من زمان كنت أشوف الأمهات المثاليات اللي بيجوا في التلفزيون، كنت بكون قاعدة فخورة بإنجازاتهم، بالعمل اللي عملوه لأولادهم، إن هم طلعوهم وجهة مشرفة للبلد. كنت بقول إيه، يا سلام يا سلام لو ابني يعمل لي كده، لو يطلع كده على محمد. أنا طبعا كنت مستبعدة آية، بس بفضل الله آية خليتني قبل كده الأم المثالية 3 سنين ورا بعض ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. لكن النهاردة أكون أم مثالية والرئيس يكرمني، لا دي بداية جديدة من حياتي ما شاء الله. الصفحة القديمة كلها انتهت، أنا حسيت إن أنا هبتدي مشوار جديد بطاقة جديدة وحب جديد. ما شاء الله ما شاء الله. ست الكل، ست سميحة. نعم. عندك محمد وهبة. محمد بسم الله ما شاء الله، مقدم محمد ومرحوم زين. وهبة في مباحث البريد. هبة في مباحث البريد. يعني انت عارفة في الـ في الـ في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وبنربي ولادنا مع التكنولوجيا وكده، يعني ايه اكتر الحاجات اللي كنت حريصة على انك تزرعيها فيهم وتعلميها لهم؟ الحمد لله يعني تعلموا من صغرهم الأمانة والحب لبعض، وكانوا بيحبوا بعض، وكان زين ومحمد كانوا أخوات وأب وأخو، كانوا كل حاجة لبعض يعني الحمد لله. زي ما الحاجة صالحة قالت لك اهو، يعني محمد زين حجز لك مكان في الجنة. صح. بإذن الله يا رب. الحمد لله، ربنا يحفظك ويديك الصحة. هتعملي عملية الأسبوع اللي جاي؟ مش عارفه بقى هاجلها لبعض رمضان ولا ايه. بالسلامه ان شاء الله. طب التاجيل ده ما فيهوش اي مشكله؟ لسه هنسال. طيب. لان رمضان دخل مش عارفه بقى طعمه. لا إيه. ممكن نلحق الاسبوع اللي جاي باذن الله، ربنا يصلح. المهم نطمن عليكي. المهم اقدر على محمد اقعد لبعض رمضان ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك يا رب. الله ست اقبال، جوزتي صغيره جدا.
اكيد صح؟ صح. وبعدين 19 سنة وكان معاكي بنتين. معايا بنتين اه. يعني في اللحظة دي كنت بتفكري في ايه وعملتي ايه وتحركتي ازاي عشان تتولي مسؤوليتهم من سن صغير كده ولوحدك وما شاء الله توصليهم لبر الامان؟ هو صدقني انا لما اتجوزت يعني اخدت واحد كان مسؤول على اسره، مسؤول على امه واخواته، يعني علمني الحب والصبر وانا معاه. ما شاء الله. يعني عمل حادثه وبعد كده يعني انا ما خليتش عليه حاجه في الدنيا، ايا كان اللي يخطر على بالك ما خليتوش. وفي الاخر راح عند ربنا. طبعا البنتين انا في صعيد وكل حاجه غلط وما يصحش وعيب. الفتره دي يعني ربنا كان معايا في كل وقت الحمد لله. ابتديت يعني افكر، دخلوا العيال الحضانه، ابتديت اشتغل، يعني اقف على رجليا اتحمل مسؤوليتي. طبعا اول سنه كريستين بنتي طلعت الاولى في الحضانه ما شاء الله، اخذت شريط فيديو بالرغم ان انا ما عنديش تلفزيون ما عنديش فيديو، بس كانت حاجه فخر ليا طفله يعني متربيه كويس. اهم حاجه انا ربيتها يعني للامانه والحب للكنيسه عشان يعني ابقى ساطعه في الكلام. فكانت طلعوا البتين حلوين، يعرفوا ربنا، يعرفوا يصلوا، يعني نعرف ده عيب ده حرام ده غلط. وابتدينا بعد كده المرحله، جيت في سن يعني معين في البنات طبعا الثانوي العام، واحده في ثانيه وواحده في ثالثه. طبعا في الوقت ده اخويا قال لي لا مفيش شغل، قلت له حاضر، وبرده شايله مسؤوليتي يعني، بس هو معايا يعني ما سابنيش، ربنا يخليكم وللان ما سابنيش برده، ربنا يخليكم لبعض. ففضل معايا. فالبنات الحمد لله كريستين بنتي نجحت في ثانوي عام ودخلت كليه تجاره، وبعدها كاترين نجحت ودخلت صيدله. وبعد كده ابتديت اكمل في المشوار. طبعا كان في وقتها سني 23 سنه، اصعب ايام في حياتي ان انا ممكن اروح اسيوط النهارده واجي تاني يوم اريح، يعني اريح من السفر وابتدي اعمل اكل تاني وبعد كده اطلع بيه على هنا اوديه للبنت الكبيره، لان ما كنتش بنزل بناتي في الوقت ده، كانت كل حاجه مش كويسه. ان انت تركب قطر، ان انت يعني تركب عربيه، كل ده ما كانش كويس. انما انا كست ما يعني ما فيش مميزات، لا انا بعمل حاجه ولا انا لبسي ملون، يعني انا في الوقت الحالي لابسه ملون، لكن قبل كده لا كان كل انت كلك مميزات يا ست الكل. ربنا يخليك. مفيش مميزات ايه؟ ربنا يحافظي عليك يا رب. بس فكنت دايما لبسي اسود، فالحمد لله ربنا اكرمني من عنده. وعلى فكره ده يعني عمل ربنا، دي انا حاسه نفسي ان دي معجزه ربنا عملها لي، ان ربنا دايما معايا ما شاء الله. وطبعا عشان اخويا يقف معايا ويجاهد وما يسيبنيش، وما زال مش سايبني. فده يعني عمل ربنا كبير كبير سنة. جدا. لا هو يعني مش اخ، انا بالنسبه لي مش اخ، انا بالنسبه لي اب للبنات ما شاء الله، لان ما لقوش حد غيره. ربنا يخليكم لبعض. وفي الوقت ده برضه ناس ابوهم يعني عمهم كان يعني الصغير كان مدرس برضه، كان من قريه كان بيجي كل يوم يديهم درس، درس رياضه البتين. واكتر من كده محبه ربنا للبنات المدرسين، يعني في اوقات ما كانش المدرس يرضى يخلي بنت تنزل له بالتليفون يشرح لها. ما يعني زي ما قلت كده انه ايد ربنا كانت لا ايد ربنا. بص عايز اقول لك على حاجه، ايد ربنا كانت شغاله في كل وقت ما شاء الله. يعني كنت بقف في وقت من الاوقات بصلي بقول يا رب اوعى تنساني يا رب، طب الوقت ده في حاجه هتحصل، لا يا ربي. طبعا يعني انا يوم بنتي الصغيره ما نجحت والمحافظ كرمها لانها الاولى على المحافظه في الدبلومه الاكلينيكيه، يعني مش قادره اقول لك، انا كنت قاعده في البيت بس مش طايره من الفرح، مش عارفه أو يعني اوصف لك لانها كانت بتشتغل وبتدرس، يعني كانت بصراحه يعني بني ادمه ممتازه. زين ما ربيت يا ست الكل، ربنا يخليك. والتانيه برضه تعبت قوي، بس احنا عشان في الصعيد مفيش شغل، مفيش طلوع، مفيش كده، مفيش كده، مفيش كده، يعني حرام. عاشت 8 سنين يعني وهي يعني قاعده في البيت بتدرس بتاخد كورسات، وكان نفسها تشتغل في الطيران، كان نفسها تشتغل مضيفه، وعملت انترفيو كتير جدا جدا. مش مبسوطه ومتهنيه النهارده؟
النهارده عمل ربنا برضه هقول لك على حاجه، يعني بص ربنا لما بيرتب شيء بتلاقيه. في الوقت اللي انا حاجزه فيه وجايه للبنت الصغيره اللي هي حاليا دكتوره، جايه هوديها للدكتور، في الوقت ده انا تعبت. انا طبعا ما بتحركش من غير ما يعني اشاور اخويا. قلت له حبيبي يعني انا تعبانه جدا، طب اعمل ايه؟ قال لي واحده صاحبتها. قلت له طب صاحبتها ازاي تدخل معاها؟ قال طب خلاص ابعتي كريستين. بعت كريستين جت هنا القاهره، لقيت يعني على الانترنت وكده شغل وطالبين، وربنا اراد. يا خالو قدم، اتصل بيا قال لي هي عموما مش هتتقبل بس خليها. قلت له خلاص. اليوم ده انا ما نمتش فيه ولا ثانيه واحده، واقول له يا رب يا رب انصرها، يا رب اقف معاها. فالحمد لله ربنا نصرها واشتغلت وبرضه ربنا وفقني ووقف معايا السنه دي. يعني السنه اللي قبل دي كان في كورونا، صغيره ما امتحنتش لان حاليا ليها 3 سنين. شوفي بقى برضه يعني زائد انها تشتغل. الرحله الشاقه دي كلها زي ما قلت ان النهارده مع تكريم سياده الرئيس، لا خلاص مفيش، كل اللي راح ده راح. انا مش حاسه ولا بحاجه، انا حاسه نفسي ان انا الحمل كله يعني نزل خلاص، وخصوصا ان انا كمان لما شفت حضرتك. الله يبارك فيك يعني ده اكبر تكريم في الدنيا دي كلها ان انا شفتك. الله يخليك يا رب، ده من ذوق حضرتك. ربنا يخليك يا رب تعيش. يعني بشكركم، شرفتونا ونورتونا. ربنا يخليك، كل سنه وحضراتكم طيبين. انت طيب، ربنا يخليك. وربنا يا رب يعني يكتر من الامهات الجميلات المثاليات اللي زي حضراتكم. ربنا يخليك، شرفتونا. وطالما في زيك في البلد يبقى في امهات كتير جدا جدا. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا رب. مصر بخير، مصر بخير بيكم. ربنا يخليك يا رب. تسلموا لي. تسلموا لي. على فكره احنا يعني اتبرعنا برضيه للمرحوم زين، بنى وزاره التربيه والتعليم بنت عليها مدرسه وانفتحت السنه ده اول سنه باسمه. ما شاء الله يعني الحمد لله يعني ان شاء الله تطلع بقى اولاد صالحين زي زين. يا رب يا رب، ربنا يحفظكم يا رب. شرفتونا ونورتونا مره تانية. الف مبروك على التكريم، وكل سنه وحضراتكم بخير. ربنا يخليك. الرحله ما بتكونش سهله مفيش شك، بس بتيجي اللحظه اللي ربنا فيها بيكلل الرحله دي بنجاح، فهتحس زي ما كلهم كده تفضلنا بانه الحمل نزل وفي لحظات سعاده. يا رب ربنا يديمها على كل ام وكل اب، ويفرحوا دايما بابنائهم. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، مع الابناء أطفال من 8 كده إلى من 10 إلى 15 سنة هيتكلموا ويسألوا كل اللي عايزين يسألوه لفضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، فأرجوكم ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. زي ما قلنا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، لو كان التأسيس صح ومتين مهما كانت رياح الحياة هيفضل الثبات موجود. يمكن قبل كده في عيد الأربعاء مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، تحدثنا عن ما يفكر فيه الأطفال، بيفكروا في الأسئلة اللي ممكن يكونوا بيطرحوها، وتناولنا الموضوع ده بشكل موسع. إنما فضيلة الشيخ أسامة وبشكره شكرا جزيلا على مش بس القبول إنما التشجيع، إن إحنا مش عايزين نتكلم في الأطفال بيفكروا في إيه، لا إحنا عايزينهم هم يجوا معانا يقولوا لنا الأسئلة اللي بتدور في دماغهم، لأن بيني وبينكم كآباء وأمهات ساعات بنتزنق، بنتسأل سؤال مش متوقعينه ومش عارفين نطلع من السؤال إزاي. فإحنا النهاردة في هذه الفقرة كل الأسئلة مباحة ومتاحة، وعايزين نشوف ضيوفنا الكرام الشباب الجميل ده بيفكروا في إيه وإيه اللي نفسهم يعرفوه عشان يستفيدوا من علم ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري. في البداية برحب بفضلتك معانا وبشكر فضلتك شكرا جزيلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، وأشكرك على هذه الفكرة الرائعة وعلى هذه الحلقة شديدة للتميز والمحببة إلى قلبي، وبرحب بالضيوف الكرام طبعا. أنا اللي بشكر فضلتك يعني على قبول الفكرة، وخلينا نرحب بقى بضيوفنا اللي هم اللي هيديروا الحوار النهاردة. أنا هدير الحوار، هم اللي هيسألوا. معانا عبد الرحمن وليد 13 سنة، أهلا بيك عبد الرحمن منورنا. ومعانا الاستاذ باسم عصام، اهلا بيك يا باسم منورنا. معانا رقيه وليد 12 سنه، برحب بيك يا رقيه منورانا. وفاطمه وليد 10 سنوات، برحب بيك يا فاطمه منورانا. وكمان هنا محمد 11 سنه، برحب بيكي. باسم الوحيده اللي تقريبا ما قلتش سنه، 11 سنه. 11 سنه مش كده باسم؟ طيب توكلنا على الله. نبدا بعبد الرحمن بما انه قاعد في اول الصف. عبد الرحمن تحب تسال فضيله الشيخ اسامه ايه؟ انا هي حياة البرزخ، هي ايه هي والناس بيتقابلوا فيها ولا لا؟ ما هي حياة البرزخ وهل الناس بيلتقوا فيها ولا لا؟ عظيم عظيم.
طيب أنا أولا بكرر الترحيب بيكم وفرحان جدا بوجودكم عبد الرحمن وباسم ورقية وفاطمة وهنا، ويعني فرحان جدا بوجودكم، وانتوا في نظري يعني نموذج أنا سعيد به لشباب مصري متألق ونابغ ومقبل على الحياة. أتمنى لكم كل التوفيق والسعادة، وإنه بكرة وبعده يعني ربنا يوفقكم وتملوا الدنيا نور وعلم وتعتزوا ببلدكم ووطنكم ودينكم، وتبقوا كده يعني نماذج متألقة تنور الدنيا، تبقوا نماذج زي أحمد زويل، زي الزعيم مصطفى كامل، زي الشيخ محمد متولي الشعراوي، العباقرة والمخلصين من أبناء هذا الوطن. عشان أدخل مباشرة لإجابة السؤال، لو فضلتك اسمحي بقى عشان نقول برضو حاجة جميلة كده، إن هم ما شاء الله كلهم من حفظة القرآن الكريم، عظيم في اللي حافظ بقى 20 جزء و15 جزء وفي اللي ختم، فبسم الله ما شاء عظيم الله عليهم. عظيم يعني. عظيم. كم واحد ختم القرآن؟ أنا ختمت القرآن، حافظ القرآن كاملا. وإنت يا باسم؟ حفظت 15 جزء. بسم الله ما شاء الله، ده شيء عظيم. وفاطمة؟ حفظت 14 جزء. ورقية؟ ورقية ما شاء الله. وهنا 13 جزء. ده ايه العظمه دي؟ ده شيء فوق الرائع. انا اللي هسالكم بقى باين عليا ولا ده شيء فوق الرائع والله، يعني يستحق كل الاشاده والثناء يعني. صحيح. طيب في تحدي كبير، وهو ان احنا عايزين الاجابه تكون عميقه ومقنعه وفي نفس الوقت موجزه جدا علشان الوقت اظن. حياه البرزخ يا عبد الرحمن، الانسان بيمر بمراحل متتالية من الحياة، حياة مختلفة الصور. يعني الإنسان قبل أن يولد كان ليه صورة معينة من صور الحياة، كان فيها عبارة عن روح من الأرواح في عالم آخر، ثم انتقل الإنسان إلى صورة أخرى من الحياة اجتمع فيها الروح والجسد، فولد الإنسان بين أبوين ونشأ وعاش لحد ما يأتيه الأجل ويموت، فينتقل إلى صورة أخرى من الحياة تعود فيها الروح إلى العالم الذي كانت فيه، ويعود فيه الجسد إلى العالم الذي كان فيه وهو عالم التراب. ثم ينتقل الإنسان مرة أخرى إلى صورة أخرى من صور الحياة عند البعث يوم القيامة، لما تجتمع مرة أخرى الروح ويجتمع الجسد معاها مرة تاني بمقاييس أخرى وبصورة أخرى من صور الحياة. لما الإنسان بيموت يعني تفترق الروح عن الجسد، الموت مش عدم، مش معناها إنه الحياة توقفت وأن الإدراك قد تعطل، بل معناها أن الإنسان انفكت منه الروح عن الجسد وبقيت الروح على حالها من الحياة في عالم هو مقدمة للعالم الآخر. أضرب لك مثال، لما الإنسان بيروح علشان يسافر وبيوصل المطار، المطار في الأساس هو الإقلاع بالطيارة للجو، للأفاق العليا من الجو، بس إلى حين مجيء موعد الطيارة بيفضل منتظر في قاعة للانتظار. القاعة دي مهيئة ومعدة وتعد هي بداية السفر، مقدمة السفر، أوائل السفر، التحضير للسفر. القاعة الانتظار دي فترة الانتظار المحدودة قبل الدخول إلى الطائرة والإقلاع بها، هي دي تشبه حياة البرزخ. ثم بعدها يأتي البعث ودخول الإنسان إلى جنات النعيم إلى أبد الآبدين، يبقى كأنه دي رحلة الطيران اللي هي المقصود الحقيقي من السفر. حياة البرزخ معناها أن يوجد الإنسان بصورة راقية من صور الحياة، أرقى بكتير من صور الحياة المحسوسة الآن، لأن الروح ليست محدودة بحدود الجسد. الجسد محدود في مجال الإبصار فلا يرى بعد أمتار معينة، الجسد محدود بحدود السمع فلا يسمع بعد مدى معين، الجسد ينهك ويتعب ويمرض وينشط ولا ينشط، بينما الروح خرجت من هذا العالم المقيد، فصارت الروح لها عالم الإطلاق، فيرى بواكير الجنان وبدايات جنات الخلد، ويرى الملائكة في الملأ الأعلى، وتلتقي الأرواح وتتكلم وتتبادل المعرفة، وتطل الروح على عالم البشر الذين ما زالوا في الحياة الدنيا ويطلعون على أخبارهم. فدي نبذة عن حياة البرزخ. أرجو الصورة تكون يعني أبني على السؤال برضو بتاع عبد الرحمن، لما بتلتقي الأرواح هل اللي التقوا في الحياة بيبقوا عارفين بعضهم؟ طبعا بيبقوا عارفين بعضهم. طبعا، ويتبادلون الذكريات ويفتكروا الحياة الدنيا اللي كانت والمواقف اللي كانت بينهم في الحياة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ده بيتكلموا عن ذكرياتهم في الحياة الدنيا وإزاي كانت الحياة بتعدي عليهم، وكل واحد فيهم يرى منزلة الآخر في الجنة، ويستعيدوا الذكريات ويستعيدوا أنهم وجدوا صدق ما أخبرهم به الأنبياء والمرسلون. في حديث ممتد، في حديث واسع
يتذكرون في أخبار الدنيا ويستشرفون في أخبار الآخرة، زي ما أي اتنين التقوا من سفر وبينهم ذكريات بيفضفضوا. جميل. حد عنده أسئلة تانية في المنطقة دي ولا نروح لسؤال تاني؟ نروح لسؤال تاني. طيب. بكل سرور. من بعد حياة البرزخ بتبقى الروح بعد كده بتنتقل إلى الجنة بمشيئة الله أو لا قدر الله إلى النار. نعم. أعتقد هنا كانت عايزة تسأل في الحتة دي، مش كده هنا؟ مكان الجنة والنار. أه. عايزة تعرفيهم، صح؟ لما دردشت معاكي قلتي لي من الأسئلة اللي أنت عايزة تسأليها. صح؟ طيب، فضلتك السؤال بتاع هنا. إيه اللي عايزة تقوليه هنا؟ ما هو مكان النار؟ طيب، إيه الصورة اللي موجودة في ذهنك؟ إيه اللي أنت متخيلاه عن مكان الجنة والنار؟ ايه التخيل اللي عندك؟ يعني انت بتفكري دلوقتي ممكن تتخيلي مكانهم او شكلهم عامل ازاي؟ طب انا اقول لك اساعدك ممكن؟ ولا عايزه تقولي حاجه؟ لا. طيب اقول لك دلوقتي، احنا هنا في الكره الارضيه، والكره الارضيه زي ما حضراتكم جميعا بتدرسوا في مواد العلوم هي جزء من النظام الشمسي، تمام؟ والمجموعه الشمسيه فيها 9 كواكب وفيها الشمس وفيها أقمار تدور حوالين الكواكب، مساحة هائلة من الفضاء الخارجي. كل كم كبير من المجموعات الشمسية بيشكل مجرة من المجرات، مجرة درب التبانة اللي احنا نسكن فيها، الأقرب مجرة لينا مجرة أندروميدا، المسافة بينهم بمئات وملايين السنوات الضوئية، يعني مسافة مهولة من الفضاء. الكون عبارة عن مليارات المجرات، يعني مساحة يعجز العقل عن تصور الأبعاد الموجودة بينها، النجوم، المجرات، النيازك، الكواكب، الشهب، الثقوب السوداء، أشياء هتدرسوها فيما هو قادم في دراستكم للفيزياء وفي بصورة مبسطة في دراستكم للعلوم الآن. كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي اسمها الكون. الكون ده في تصور أينشتاين كما لو كان شكل دائري بداخله كل هذه الأشياء اللي احنا بنقولها. أينشتاين ده طبعا عشان تبقوا عارفين ده واحد من أشهر العلماء، يمكن تكونوا درستوه أو ممكن خبراء الفيزياء في القرن الماضي، ويعني أسس نظرية عرفت بنظرية النسبية، صاحب كشف هائل في علوم الفضاء والفيزياء وفهم الكون، وأتمنى أنكم أنتم في يوم من الأيام تبقوا يعني نماذج عبقرية زيه. الحكاية اللي احنا بنقولها دي كلها اسمها الكون. خارج هذا الكون يوجد ملأ آخر، عالم آخر، فيه الملائكة وفيه الأرواح وفيه البرزخ وفيه الجنة وفيه النار وفيه الصراط وفيه الميزان. يبقى إذن كل ما يمكن أن يسمى بالكون براه يوجد عالم آخر. ورب العالمين كان بيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا الكون اللي احنا بنقوله هو الذي يمكن ان يدرك بالحواس او بتلسكوب هابل او بتلسكوب جيمس ويب او باي وسيله جديده من الوسائل التي يخترعها البشر. خارج نطاق هذا الكون يوجد الجنه ويوجد النار ويوجد عالم اخر تام فيه ملائكه الرحمن جل جلاله الذي جاءت به الايات القرانيه والاحاديث النبويه من الملأ الاعلى الذي تتنزل فيه الملائكه بالتدبير، من البيت المعمور الذي هو موازي للكعبة، نفس وظيفة الكعبة في الأرض يوجد شيء آخر هناك اسمه البيت المعمور تحج إليه ملائكة الرحمن، ملايين مملينة من الملائكة تطوف بالبيت المعمور الذي هو يوازي الكعبة المشرفة. فين مكان البيت المعمور وهذا الكم اللانهائي من الملائكة؟ خارج نطاق الكون. النهاردة في نظريات بتدرس وبتقول نظرية الأكوان المتعددة، يعني ده بيتخيل أنه خارج الكون ده في أكوان أخرى كتيرة. إحنا بنقول نعم خارج هذا الكون المنظور هناك عالم آخر لا تدركه الحواس، يسمى عالم الملأ الأعلى، يسمى عالم السماوات العلى، فيه الجنة وفيه النار وفيه الملائكة وفيه سدرة المنتهى التي رآها عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، فهناك توجد الجنة والنار. هل المعنى واضح؟ جميل. طيب حد عنده اي سؤال في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ولا نروح لموضوع تاني؟ نروح. أنا عندي. اتفضلي. يعني ايه سدرة المنتهى؟ اقول لك. شكرا اللي عنده اي سؤال زي ما اتفقنا يسال. شكرا يا فاطمة. سدرة المنتهى عبارة عن شجرة، في نوع من انواع الشجر اسمه السدر، والسدرة دي شجرة من الاشجار الموجودة في العالم الاعلى، وهي شجرة عظيمة الحجم جدا
وجعلها الله في مكان هناك في السماوات العلى كأنها تفصل ما بين عالمين. ولذلك أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. يعني ربنا بيقول في القرآن الكريم هناك شيء فخيم وعظيم في الملأ الأعلى على هيئة شجرة، زي ما في شيء عظيم على هيئة البيت المعمور، زي ما في كائن عظيم اسمه الملك سيدنا جبريل، كذلك هناك نوع عظيم من الأشجار عظيمة الحجم عظيمة الخلقة، وليست من أشجار يعني من ألياف ومن خلايا ومن وتسقى بالماء، بل كأنها خلقت من مادة أخرى، كأنها خلقت من النور، كأنها خلقت من مادة أخرى لا نعرفها. أخبرنا الله عنها في القرآن الكريم وبين أنه لما الإنسان يرتفع في الملأ الأعلى إلى المكان الذي يسمى سدرة المنتهى، هناك توجد الجنة، وبجوار الجنة توجد النار، وهناك الملائكة الكرام. هل إن الصورة دي واضحة؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب نروح لمحور آخر. بس تفضل، تحب تسأل في إيه؟ ما هي أول المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ ده كلام عظيم. طيب، وردت أخبار وأحاديث متعددة، منها أن أول ما خلق الله تعالى العرش، ومنها أن أول ما خلق الله تعالى القلم، ومنها أن أول ما خلق الله تعالى العقل، ودي الأحاديث فيها ليست بالقوية. يبقى إذن كأن الأرجح عند العلماء أن أول ما خلقه الله القلم. يعني إيه القلم؟ يعني جعل الله في عالم الغيب شيئا يسمى باللوح المحفوظ، وأشار إليه في القرآن الكريم. اللوح المحفوظ ده كأنه سجل أعظم يسجل الله تعالى فيه كل ما يتعلق بشأن الخلق وبشأن الكون وبشأن العباد وبشأن الجنة والنار وبشأن الكائن الجنس البشري الإنساني وبشأن الأنبياء وبشأن أقدار العباد. فجعل الله هناك شيئا عظيما في العالم الغيب اسمه اللوح المحفوظ، وجعل الله تعالى هناك شيئا يعرف بالقلم، دون الله في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بهذا الكون، كأن الله تعالى أراد أن ينشئ الكون على نظام ونمط يعلم فيه العباد قبل الدخول في أي فكرة وفي أي مشروع أن يكتب التصور الكامل له. اللي احنا النهاردة بنحاول نفكر بنفس الطريقة، فنقول الإنسان قبل ما يدخل في أي فكرة أو أي مشروع يكتب تصور، يكتب دراسة جدوى، يكتب رؤية، يعمل فيجن. الصورة، التصور المبدئي، القانون الأولي الذي أراد الله أن يسير عليه الكون، اللي ربنا بيشير إليه يقول سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده، يعني القوانين الإلهية التي أراد الله أن يسير الكون عليها. يبقى إذن هناك اللوح المحفوظ، هناك القلم الذي دون الله به المقادير في اللوح المحفوظ، أمر الله القلم أن يكتب فيكتب، تجلى الله على هذا القلم وقال له اكتب، فكتب القلم ما أراده الله في كونه. فالعلماء بيقولوا أول ما خلقه الله القلم، أو العرش، أو الماء الذي خلق الله عليه العرش وكان عرشه على الماء. فهي أقوال عند العلماء. طيب وفضلتك ممكن نكمل على سؤال باسم، ما بعد ذلك؟ هل الإنسان أول كائن حي خلق، أم طيور، أم حيوانات؟ بحسب الموجود في الكرة الأرضية كنموذج، الإنسان عمره على الأرض لا يتجاوز ملايين من السنين، ولم يكن بهذه الصورة. هناك نماذج من الكائنات أقرب ما تكون إلى الجنس البشري، عرفت بالهيكل العظمي لوسي، عرفت بإنسان نيندرتال، نماذج من الكائنات الأقرب ما تكون إلى الهيكل العظمي للإنسان. خلق الله تعالى آدم وأنزله إلى الأرض، بس الكرة الأرضية كانت موجودة قبل الإنسان، وكانت معمورة بأنواع من الكائنات. الديناصورات وجدت وعاشت وانقرضت قبل 60 مليون سنة على أقل تقدير. إذن كان هناك أنواع من الوجود، كأجناس من الوجود، من الحشرات، من النباتات، من الحيوانات. هناك عالم الجن الذي أشار إليه القرآن الكريم، لا نعرف بالضبط تصور واضح عن عالم الجن إلا إشارات معدودة أشار إليه القرآن الكريم، وهو نوع من الكائنات كان موجودا قبل الإنسان وموجود مع الإنسان. هناك عالم الملائكة، هناك أجناس من الوجود لا نعرفها. هل خارج نطاق الكرة الأرضية هناك صور أخرى من الحياة ومن الكائنات الحية الذكية المفكرة؟ ما زال محل بحث وتأمل عند علماء الفلك إلى الآن، لا نستطيع أن نجزم فيه برأي، ويترك الأمر للبحث العلمي. التصور الفيزيائي الموجود الآن للكون أنه أول حاجة وجدت في الكون المنظور وليس في كل ما خلقه الله،
أن كل هذا الكون بدأ بذرة شديدة الكثافة حصل فيها انفجار ما لا نعلمه ولا تستطيع الفيزياء إلى الآن تصوره، فوجد ما يعرف بالانفجار العظيم الذي هو كان بداية هذا الكون، منه نشأت كل هذه المجرات والشموس والأفلاك والكواكب والأقمار والشهب والنيازك والمذنبات وما أشبه. فتصورهم لبداية الكون أنه بدأ من ذرة لكنها شديدة الكثافة إلى حد أنها لما أن حصل فيها تحريك ما لحالها فانفجرت كونت كل هذا للكون. تصور آخر لما كان عليه الكون قبل أن يصير على الهيئة المعروفة الآن. نعم. حد عنده سؤال تاني؟ في الجزئية دي. في الجزئية دي؟ طيب احنا قبل ما نطلع لفاصل بس هنسمع السؤال رقية. ايه هو خلق الحياة وازاي بننميه؟ الحياة عظيم. جميل. في وقت نزل هنطلع لفاصل واول ما نرجع من الفاصل نرد على السؤال رقية على طول بعد اذن فضلتك. بكل سهولة. فاصل سريع مشاهدينا الكرام واول ما نرجع نرد على سؤال رقية، هي بتسأل عن خلق الحياة. الحياة. ايه هو خلق الحياة وازاي ننميه؟ وازاي ننميه؟ ده سؤال رقية هنجاوب عليه أول ما نرجع من الفاصل، فأرجوكم ابقوا معانا. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وبنستكمل هذه الجلسة العظيمة والجميلة في حضرة الشباب الجميل ده وفي حضرة طبعا حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري. وقبل الفاصل كان سؤال رقية، يا رقية ممكن تقول لنا السؤال مرة تانية؟ ما هو خلق الحياء وازاي بننميه؟ عظيم. السؤال عن الحياء وكيف ننميه؟ كيف ننميه؟ الحياء وردت في أحاديث نبوية كثيرة، أختار منها أنه عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني بيقول له يا أخي ما تتكسفش كده قوي وما تخليش الحياء غالب عليك لهذه الدرجة. أم سيدنا النبي قال له دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله. وأيضا في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى إذن الحياء خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام. الحياء ده معناه إيه باختصار شديد؟ معناه إنه الإنسان يتكسف ويشعر بالحرج من ارتكاب شيء لا يليق. يبقى الإنسان بيخلي باله دايما من إنه كل تصرف وكل كلمة تصدر منه تبقى لائقة، يبقى فيها ذوق رفيع، يبقى لا تعاب عليه، يبقى ما يضايقش بها حد، لا يؤذي بها أحد. يعني إنسان مليان ذوق، إنسان مليان كرم، إنسان يراعي خواطر الناس، إنسان عنده كده شعور بأنه يحرج قوي لو رآه الناس على هيئة غير مرضية أو غير لائقة. يبقى إذن كأن خلق الحياء يدفع الإنسان دائما أن يكون على أكمل حال وعلى أجمل هيئة في كل الأوقات. جميل. وكيف ننميه؟ ننميه بمحبته، بالتعلق به، بإدراك شرف هذا الخلق. يعني كلما أدرك الإنسان مدى القيمة في الشيء أحبه، ولذلك كانوا العلماء يقولوا من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذله في سبيله. كلما اطلع الإنسان على الأناقة والجمال والشياكة في خلق الحياء ازداد تعلقا به، وكلما أدرك الناس أن خلق الحياء يصنع له مكانة أكثر رفعة في قلوب الناس يزداد، يعني يزداد حب في هذا الخلق، فضلا عن أن يكون باب من تقرب الإنسان لرب العالمين. لو أي حد عنده سؤال عشان ما أقعدش أسألك كل شوية، لو حد حب يسأل في الجزئية اللي بنتكلم فيها يشاور لي بس، اتفقنا؟ عبد الرحمن أنت نمت ولا إيه؟ لا صح صح. فطومة، إيه سؤالك يا فطومة؟ يبدو لي أنه عبد الرحمن شخصية يغلب عليه التأمل. بيتأمل يعني في الـ يعني كثير التفكير. وبقية الأولاد يغلب عليهم يعني ربط المعلومة بمعلومات أخرى موجودة عنده. يعني بيحاول يسمع المعلومة ويربطها على المعلومات السابقة ويشوف مدى وضوح المعلومات على ضوء بعضها البعض. بحاول استشف شخصياتهم بسرعة. جميل. بس أنا فرحان بوجود الضيوف الكرام يعني جدا. الشباب المتألق. طيب نسمع فاطمة. قولي يا فاطمة تحبي تسألي فضيلة الشيخ على إيه؟ إيه هو ثوابنا لو ختمنا القرآن؟ عظيم. السؤال إيه ثوابنا لو ختمنا القرآن الكريم؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم من يعني خيركم يعني أفضل الناس فيكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن يعني قرأه كاملا، يعني حفظه، يعني فهم معانيه وهديه. يبقى إذن كأن من 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 أفضل الصفات والمزايا
اللي يتصف بيها من ختم القرآن أو قرأه أن تكون له منزلة اجتماعية رفيعة جدا بين الناس. تلاحظوا كده أن عموم الناس لما يعرفوا أن حد حافظ القرآن يتعاملوا معه باحترام زائد وبإكبار. ثم يأتي الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. يعني القرآن الكريم 6236 آية، كأن ربنا جعل درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم. لو الواحد حافظ 100 آية فقط يبقى حيرتقي في الجنة 100 مرتبة، لو حافظ 1000 آية يبقى يرتقي 1000 مرتبة، لو حافظ القرآن كله يبقى يرتقي 6236 مرتبة. يعني كأن ثواب قارئ القرآن أنه في الحياة الدنيا يعامل من الناس بالاحترام والتوقير، وفي يوم القيامة يعامل عند الله تعالى بمنتهى الإكرام في جنات الخلد، ويكون مرتبته عند آخر ما يقرأ. فكل ما يحفظ أكتر تكون مرتبته عند ربنا أكبر. يعني ببساطة كده كل ما نحفظ أكتر من القرآن نترقى أكتر في درجات الجنة، في منزلتك بين الناس في الدنيا وفي ثوابك عند ربنا يوم القيامة. حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ لا. طيب لو في سؤال قوليلي. قولي يا هنا. طيب بلاش الجزئية دي، نروح لسؤال تاني. طب أنا عايز أسأل، هو هنا بيدلعوها يقولوا لها إيه؟ بيدلعوك يقولوا لك إيه هنا؟ نونو. بيقولوا لك ايه؟ نونو. 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 طيب يا نون قولي يا نون. احيانا هنا بيقولوا لها هنوشي برضه. هنوشي يعني. ممكن. اه. طيب قولي يا هنا، تحبي تسالي رد الشيخ على ايه؟ لو احنا كنا متوضيين على الشراب او على رجلينا ولبسنا شوز نقدر نتوضى عليه؟ اه سؤال مهم جدا جدا. شوفوا يا اولاد، في حاجه في احكام الفقه اسمها المسح على الخف. الخف ده كأنه هو الصورة القديمة اللي كانت موجودة قبل قرون من الزمن للشراب النهاردة، بس الشراب اللي ليه مواصفات معينة، إنه يكون مشدود على الرجل، إنه يكون بيغطي الرجل كلها. العلماء بيقولوا هل الشراب اللي احنا بنلبسه ده ياخد نفس حكم الخف اللي كان الصحابة الكرام بيلبسوه؟ عدد من المذاهب الفقهية قالوا آه، يبقى إذن احنا بنتعامل مع الشراب اللي احنا بنلبسه ده زي ما لو كان هو الخف اللي ليه أحكام عندنا. ايه بقى حكاية المسح على الشراب او على الخف؟ انه الانسان بيتوضى، تمام؟ وبعد كده بيلبس الشراب وبيلبس عليه الحذاء، وبعد كده اول ما يحصل ليه اقرب حدث يعني ناقض للوضوء، اول وضوء بعده يبدأ يمسح على هذا الشراب. يعني ايه يمسح على الشراب؟ يعني يعمل كل اعمال الوضوء الا غسل الرجلين، يكتفي انه يمسح بدل عنها على الشراب. يعني هيغسل ايديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وايديه للمرفقين ويمسح بكل اعمال الوضوء الا بس المسح، غسل الرجلين يبقى البديل عنها هو المسح على الشراب اذا كان ارتداه على طهاره، ويحسب من اول حدث ونقض للوضوء بعد لبس للشراب. الانسان بيمسح على الشراب ده لمده كام؟ لو كان الانسان ده مقيم يعني مش مسافر يبقى يوم وليله، يستمر يعني على مدى 24 ساعة يصلح له عند كل وضوء أن يمسح على الشراب، لأنه أحيانا بيكون يا أولاد في برد شديد في بلاد شديدة البرودة زي بلاد روسيا وبلاد الشمال والدول الإسكندنافية وشمال أوروبا، الإنسان بيلبس الشراب ده فبيفضل يوم والتاني والتالت بيلبسه. إحنا هنا في مصر مثلا مش بنحتاج ده، أنا بحتاج مثلا ألبس الشراب لأن أنا رايح مشوار ولما برجع البيت خلاص بقلعه. فالشاهد انه احيانا بيكون الشراب نعم ممكن ان احنا نمسح عليه. لو الانسان في حال سفر وبيفضل مضطر انه يلبس الخف ده او الحاجه دي مده 3 ايام متتاليه ممكن، اذا كانت مألوف ان يستعملها بهذه الطريقه ممكن، للمقيم يوم وليله وللمسافر 3 ايام بليالي. انا محتاج ان انا اقول لحضراتكم بس ملخص للفكره، انه نعم يجوز للانسان اذا دخل يتوضى وكان لابس شراب انه يمسح على الشراب ويعتبر انه ده بديل عن غسل للرجل. فضلتك ده لو على طهارة، انما لو كان لابس الشراب من البداية قبل ان يتوضأ من غير لبسه على غير طهارة. نعم. يبقى ما ينفعش يمسح عليه، لا يجوز، انه حضرتك يبقى هيخلعه زي ما بيخلع الشراب عادي ويتوضأ ويلبسه ومن بعد كده يبدأ الحكاية اللي احنا بنقولها دي. طيب نونو كمان كانت بتسأل عن الحذاء، هل يجوز انه يتوضأ على الحذاء؟ لا الحذاء لا. ليه بقى الحذاء لا؟ لانه الحذاء الانسان بيمشي بيه في الشارع، يعني بيمشي بيه على التراب، بيمشي بيه على المياه الامطار اللي موجوده في الشارع اللي مليانه من التراب واللي بتكون في احيان كتيره غير طاهره وتتشربها الانسجه بتاعه الجلد بتاع الحذاء،
ولذلك احنا مثلا بندخل المسجد بالشراب بس ما ينفعش ندخل بالحذاء، لازم نخلع الحذاء بره. نعم. فالحذاء لا مش داخل معانا في الحكايه دي. نعم. لكن الشراب اللي احنا ممكن نخلع الحذاء ويفضل الشراب موجود وندخل به المسجد بكل راحه ونصلي به، هو ده اللي بنتكلم عنه. طيب سؤال بقى يمكن يبدو ساذج شويه، بس انا دلوقتي لو اتوضيت ولبست شراب، نعم، وصليت ولبست الحذاء وخرجت ونقضت الوضوء، فيجوز ان انا اتوضى على الشراب ده؟ ايوه. لو غيرت الشراب لا تفرق؟ يبقى كده حضرتك بدأنا من جديد، لأنه حكاية المسح على الخف والمسح على الشراب بتنتهي بخلع الخف أو تنتهي بانقضاء المدة. نعم. اللي احنا بنقولها 3 أيام للمسافر ويوم للمقيم، أو تنتهي بما يوجب الغسل. فخلع الخف أو خلع الشراب يتوجب الوضوء مرة تانية عشان ألبس الجديد على طهارة. نبدأ من جديد. نعم. جميل. نبدأ من جديد. حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ اتفضلي. هو لو احنا لبسنا شراب فوق الشراب، شراب فوق الشراب يبقى كأنهم شراب واحد. في الشتاء احيانا بنعمل كده لما الانسان بيشعر بالبرد الشديد، وده اقرب كتير لفكره الخف اللي كانت موجوده زمان. فما فيش مانع، نفس الفكره ونفس شكل الرؤيه بتبرد قوي. تلبس شرابين تبقى زي انا يعني يبقى يجوز، يؤذيني قوي في اطرافي في ايديا وفي رجليا، فاحنا كده بقينا يعني من نوع واحد. انا جايب شراب تخين قوي عشان البرد يعني. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب عبد الرحمن اتفضل. اللي هو حسن الخلق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، إزاي تكتسب وكيف تنميه؟ إزاي تكتسب وكيف تنميه؟ وكيف تنميه؟ ممتاز. كان في عالم أزهري كبير يا عبد الرحمن اسمه الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز، وهو من عائلة علمية كبيرة، ونال رسالة الدكتوراه بتاعته من جامعة السوربون في فرنسا، وكتب رسالة الدكتوراه بتاعته عن الخلق والأخلاق، وسمى الكتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وترجمه بنفسه من الفرنسية إلى العربية. أنا هجيب لك نسخة منه هدية، يمكن الكتاب يكون أكاديمي وصعب شوية في مستواك الآن العمري ومستواك العلمي، يبس يبقى هدية تتشال عندك إلى أنه يبقى مناسب لك تقراه، وحينئذ هتلاقي فيه دراسة مفصلة جداً عن قضية الأخلاق وتصور القرآن الكريم والسنة المشرفة للأخلاق ومذاهب علماء الفلسفة والخلق اللي بيدرسوا فكرة الخلق جاية منين. على كل، علشان ألخص لك الكلام، الإنسان بيكتسب الخلق أولا بإدراكه إنه يدخل في دائرة الوعي أصلا إنه هنا فيه خلق فاضل، صفة نبيلة الإنسان، يعني أول حاجة اكتشاف وجود هذا الخلق. نمرة 2 الإعجاب بهذا الخلق. نمرة 3 التعلق بهذا الخلق. نمرة 4 الالتزام بهذا الخلق. نمرة 5 الترقي في هذا الخلق. يبقى اكتشاف وجوده، الإعجاب به، التعلق به، الالتزام به، ثم الترقي فيه، بحيث أن أنا أزود منه، أنمي هذا الخلق عندي، أو أخرج منه لأخلاق أخرى شبيهة به. فالخلق يولد أخلاق. بس اللي أنا عايز أقوله، أشرف حاجة وأجل وأكثر شيء نبلا عند الإنسان أن يكون صاحب خلق، أن يكون صاحب حياء، صاحب كرم، أن يكون صاحب عفة، أن يكون هذا الإنسان حليم، إنه ما يغضبش، إنه يكون مليان بالتواضع، إنه يكون عنده أمل، إنه يكون عنده طموح، إنه يكون عنده اتساع للناس وجود وكرم وسخاء على الناس. أشرف حاجة في الإنسان الخلق. وكلما يعني أساس الأخلاق كلها التعلق، الحب. لو حبيت أن أنا ألخص لك كل شيء، أن يحب الإنسان الخلق، أن يبقى عنده شغف، نهم، محبة للخلق، سعي إليه، تفتيش عنه، أنه الإنسان يحب فكرة الأخلاق. وأعتقد أنه لو بتسأل برضو عبد الرحمن على أنه طب إيه هو أعلى مستوى من حسن الخلق، فأعتقد أنه الهدي النبوي هو أفضل سبيل. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. يعني الإنسان عايز أكمل نموذج أخلاقي هو الجناب النبوي المعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء يعلم الناس الصفح، ويعلم الناس العفو، ويعلم الناس الرحمة، ويعلم الناس الكرم، ويعلم الناس الحياء، ويعلم الناس الإنصاف، وهكذا مجموع من الأخلاق الكريمة. وإنك لعلى خلق عظيم. يعني كلما قرأ الإنسان السير النبوية والشمائل النبوية رأى الخلق مجسدا أمامه، كان خلقه القرآن زي ما السيدة عائشة بتقول. نعم. حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ طيب باسم اتفضل.
تحب تسأل مولانا على إيه؟ ما هي مبطلات الصيام والمحظورات؟ تمام. طيب مبطلات الصيام إنه الواحد يأكل في نهار رمضان، دي نمرة واحد. نمرة إن الإنسان يشرب في نهار رمضان. نمرة ثلاثة لما سيادتك إن شاء الله تكبر كمان شوية وتتزوج إنه يعني يعيش حياته الزوجية حتى تتضح لك دي يعني قدام شوية في العمر. يبقى إذن الأكل، المفطرات التي تكسر الصيام وتخلي الإنسان ينتقل من حال الصوم إلى حال الإفطار، إنه يأكل في نهار رمضان أو يشرب أو يقوم بالعلاقة الزوجية في نهار رمضان زي ما هيتضح ليكم لما السن يعني يتقدم شوية. طيب يبقى إذن لما الإنسان يتجنب، إيه اللي الإنسان مطالب به خلال نهار رمضان إنه يجتنب هذه الأشياء؟ يعني الصوم معناه الإمساك عن هذه الأشياء، الأكل والشرب والعلاقة الزوجية. طيب إيه المحظورات اللي الإنسان مش بتفطره بس تخدش الصيام، تقلل من قيمة الصيام؟ إنه الإنسان يكذب وهو صايم، إنه الإنسان يصوم وما يصليش مثلا، دي تبقى حاجة قبيحة جدا ومش مقبولة. إنه بس مش هيفطر، إذا الإنسان صام ولم يصلي مش هيبقى مفطر، بس يبقى كأنه بيبني حاجة وبيهدها في نفس الوقت، يعني درجة صيامه بتبقى أقل، بتبقى أقل. نعم نعم. فإنه يكون كذاب، إنه يكون تارك للصلاة، إنه الإنسان ده يبقى يسيء للناس بالكلام، يبقى يغضب في نهار رمضان وينفعل على الناس ويحتد عليهم، ده خلق ليس بالجميل بالمرة. إنه الإنسان يبقى بخيل في نهار رمضان، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، يعني شهر رمضان شهر الجود والكرم، فإياك في نهار رمضان أنك تكون بخيل. ولذلك من اللي احنا تعودنا عليه كمصريين، من معيشتنا احنا كمصريين لرمضان، انه الناس ياخدوا التمور وياخدوا المية ويطلعوا على الشارع ويطلعوا على الطرق، يعني حتى طرق السفر السريعة، يعني عايز يستوقف الناس بأي طريقة، اللي مش لاحق يوصل بيته في نهار رمضان والمغرب بيأذن يقدم له شيء من التمور ولا حاجة من العصائر ولا حاجة من المية، يشوف إنسان عنده ديون فيقضيها. يبقى إذن من المحظورات البخل، من المحظورات الكذب، من المحظورات إنه يأتي بشيء من العبادات كالصيام ويخل بشيء آخر من العبادات كالصلاة، من المحظورات الغضب والانفعال والشتيمة والسباب في نهار رمضان، ده شيء غير لائق. نهار رمضان بيعلم الإنسان السمو، النبل، الطهر، الخلق الكريم، الكرم، الجود، فضلا عن أن يمسك عن الأشياء المحددة اللي احنا قلنا عليها. وهل من بين المحظورات يا مولانا أيضا الإيذاء، إن كان بيأذي طبعاً إنسان أو طبعاً حيوان أو طبعاً نبات؟ طبعا طبعا يزداد، يعني الأذى في كل الأحوال مرفوض، بس يزداد الأذى قبحا وشدة إذا كان على وجه الخصوص كمان في نهار رمضان، لأنه ده زمن شريف بيعلم الإنسان الكرم، فالإنسان كمان ما يبقاش كريم وكمان يؤذي، ده تبقى يعني كأنه الإثم مضاعف على الإنسان. نعم. طيب إحنا وقتنا بيأزف، اللي عنده سؤال مهم عايز يسأله قبل ما نختم يقول لي. إيه رأيكم سؤال، سؤال وتكون إجابته في كلمة أو كلمتين؟ حلو. عندنا سؤالين، هنا ورؤي. يلا يا هنا. يلا. يعني اتفضلي يا رؤي. يلا. أنا معاكم اللي تحب تبدأ. رؤي. الأقوال والأفعال. الأقوال ده فعل اللسان، حركة اللسان، إن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أقول للناس حسنا من الكلام. الفعل معناه تحويل المبدأ إلى تصرف، بدل ما أقول للناس الكرم كويس يبقى الأفعال إن أنا أكون كريم، بدل ما أقول للناس إن الصدق جميل يبقى الفعل إن أنا أكون صادق. فعايز أقول إنه الأفعال هي تحويل المبادئ إلى سلوك وتصرف، ودي درجة أعلى من مجرد أن الإنسان يقول الحاجة الجميلة فقط. طب عذرا مولانا، لو الأفعال تناقضت مع الأقوال، يعني أنا بقول للناس أنه لازم تبقوا كرمة وأنا كنت بخيل. هو بخيل ده بيبقى مضر من ناحية، أنه لو قال للإنسان خليك كريم وشافه بينفذ الكرم يبقى ده بيحفزني أكتر، بس لما أنت تقول لي خليك كريم وأنت أول واحد ما قدرتش تكون كريم، ده هيخلي الناس تزهد في الكرم، إذا كان أنت اللي بتدعو الناس للكرم مش قادر تبقى كريم. ولذلك بيقولوا ما ينفعش، مش هيقبل من الإنسان أنه ينصح الناس بشيء وهو مش بيعمله، وكانوا زمان بيقولوا حكمة في هذا المعنى، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. يا هنا هنا يلا. الأغاني حرام ولا لا؟
الأغاني في منها حاجات جميلة وتملى نفس الإنسان همة. لما السيدة أم كلثوم تغني ولد الهدى فالكائنات ضياء وفام الزمان تبسم وثناء، لما تغني على لسان مصر وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، لما أطلع أغني بلادي 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 لك حبي وفؤادي، ده كلام جميل، ده مقبول. بس أحيانا بتبقى في بعض النماذج من الغنى ما بتبقاش لطيفة وما بتبقاش جميلة يعني. طيب يعني هنا أي أغنية بتحفز الهمة على إن أنا أعمل حاجة كويسة، أعتقد ده الشيخ أسامة بيقول لنا إن دي جميلة. أغاني كويسة تبقى جميلة وما تبقاش حرام ولا حاجة. وهاخد سؤالك كمان لحتة تانية. طيب لو في أغاني مثلا أغاني فيها نوع من أو بتتكلم عن الحب، أيوه، ما بين الرجل والمرأة، أو ما بين من الست لجوزها أو من الست لحبيبها، وده كان بيشكل بالنسبة لي حافز إني أتعامل مع زوجتي بطريقة أفضل، مفيش مانع. وجد أغنية بتعبر عن مشاعره وقدمها هدية لزوجته، مفيش مانع. قعد يسمعها هو وزوجته، مفيش مانع. لخطيبته اللي هو خلاص على وشك الزواج بها، في الصور دي شيء مقبول. ده بيعلم الإنسان إزاي يكون يعني معاملته مع أهله معاملة كريمة، فبتحفز الإنسان أن يكون كريم مع أهله وأن يكون مشاعره تجاه أهله طيبة، ففي هذه الصورة مقبولة. إنما أي أغنية بقى فيها ألفاظ مش ولا بد أو بتخلينا نفكر في حاجات مش ولا بد، دي بلاش منها، يبقى بلاش منها، دي مش ولا بد. أشكرك على المساعدة. لا يا حبيبنا يعني بعد ما فضلتك إحنا بنستفيد من علم فضلتك، وبالتالي ده بيحفزنا فبيطلع من عندنا بعض. أنت كلك كرم، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. يا ولاد انتوا نورتونا وشرفتونا. انا عايز حلقه ثانيه. ده جدا انا اطلب جداً. حلقه لازم تانية. لازم باذن الله. عايزين حلقه ثانيه ولا لا؟ هتفضلوا اسئله اكتر المره الجايه. انا عايز حلقه ثانيه ونعمل فيها تحدي انه السؤال والاجابه في كلمتين، بينج بونج على طول يعني. عشان نرد على يعني اكبر قدر من الاسئله. خلاص اتفقنا باذن الله. شرفتونا ونورتونا، وبتهيألي خلاص انتوا بقى يعني ايه ما بقيناش قلقانين ومتوترين. احنا بقينا اصحاب، فالمره الجايه هنيجي ايه نتكلم براحتنا اكتر، صح؟ بقينا اصحاب خلاص ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. يا رب يكون غرض هذه الجلسه تحقق. هذه الجلسه غرضها مش بس ان احنا نرد على اسئلتهم، انما بنرد على اسئلتهم اللي بتدور في ذهن ابناء جيلهم، وبالتالي كان هو ده الدافع من وراء هذه الفقره. عشان كده لو تسمحوا لي كمان، انا هيكون في منشور على صفحتي الشخصيه لكل طفل او كل اب وام شايفين ان اولادهم عندهم اسئله كتير عايزين يسالوها، يا ريت يكتبوا لي عشان نتواصل معاهم، وابنائهم يكونوا ضيوفنا ان شاء الله في جلسات اخرى قادمه بمشيئه الله. بشكركم على طيب المتابعه، نلتقي غدا بمشيئه الله على الف خير. دمتم في امان الله.